مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساء حضراتكم جميعا بكل الخير. حلقه جديده من مساء دي ام سي. قبل ما نخش في الجد، خلينا نتكلم في موضوع الدقن تاني بس بشق مختلف شويه. طبعا الاراء على يعني زمايلي كانوا نزلوا صوره كده بدقن ومن غير دقن، وبيقول الناس ايه رايكم بتاع. فاغلب الاراء انه بلاش دقن، مكبرك معجزاك شكلك تعمل كده. فيعني ايه، زي ما ابويا قال لي بصراحه بالظبط، يعني ابويا امبارح قال لي اللي انت عامله ده، فان شاء الله الاسبوع الجاي نشيلها عشان بس ما تحسوش بفرق الشاسع في الاسبوع ده. انما ما بين هذا وذاك، لان بعض الاراء انه لا حلوه خليها، مش دي قصتنا. نتكلم في الحته الجد بقى، في الحته دي ان في بعض الناس سبب بقى الفيديوهات اللي نازله على الصفحه اللي ليها علاقه بالاخبار وتحليلها ومداخلات والحوارات والاخبار اللي غير اللي قلناها في البرنامج اللي نازله على الصفحه، وجاي يكتب لك يعني هو ده اللي شاغلكم. حد برضه كان تاني كاتب يعني شوف الاعلام طالع بيتكلم على ايه، مش عارف بتقول لك دقن والناس وايه رايك، ما هذا الاسفاف. في من زاويه رؤيه اخرى لدى البعض بيبقى اسمها مثلا بالانجليزي بريكنج ذا ايس مثلا، او انه حاجه لطيفه خفيفه بنهزر بيها مع بعض. انما ليه نهزر؟ لا هي جد على طول، بلا هزار بلا بتاع، احنا جينا نهزر هنا. مهم، ما علينا، ان شاء الله نشيلها الاسبوع الجاي في الغالب، يعني لسه مش اكيد. نخش في مواضيع النهارده. الجزء الاخير من حلقتنا عيد الاربعاء مع فضيله الشيخ الدكتور اسامه الازهري، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الدينيه واحد علماء الازهر الشريف. النهارده هنتكلم في ايه؟ الحقيقه مش هنتكلم في موضوع، انما هنتكلم اكتر في استراتيجيه. يعني ايه؟ الواحد مننا النهارده لو في معلومه عايز يعرف ايه راي الدين فيها، القران الكريم بيقول ايه في نص زي ده او في موضوع زي ده، السنه النبويه المشرفه ما هي، يعني هل تطرق الى هذا الامر النبي عليه الصلاه والسلام وتحدث بشانه؟ فبتعمل ايه؟ تكتب مثلا ما حكم الاسلام فيه، تحط اللي انت عايز تسال عليه. من الحاجات اللي بتضايق انه المواقع اللي بتطلع في الاول مش هي المواقع اللي تقدر تاخد منها معلومه حقيقيه او صحيحه او مش متطرفه. لا ادعي ذلك، انما بحكم التجربه في اغلب الحوارات اللي بنعقد العزم على ان احنا نتشرف باجراءها مع فضيله الشيخ الدكتور اسامه الازهري، بخش اعمل بحث في الموضوع، شوف كده ايه الاراء اللي مكتوبه. في الاغلب في 3-4 مواقع غير المواقع الاخباريه، 3-4 مواقع هم اللي بيتصدروا دايما. عشان كده حتى مع الشيخ اسامه كنا بنتكلم في مره انه اتمنى ان المواقع الاولى اللي تظهر موقع الازهر الشريف مثلا، دار الافتاء المصريه، دي مواقع احنا عارفين مصدرها ايه وكلامها عامل ازاي والعلماء اللي موجودين فيها، وازاي انه الفتوى مش بتصدر كده وخلاص. انما المواقع الاخرى دي بتلاقي فيها بعض السموم في بعض الاحيان، لا اختص موقع بذاته. طيب ايه اللي هنعمله في الفقره النهارده؟ هنسال بعض الاسئله المتكرره اللي الناس بتسالها ما بين الحين والاخر ويمكن كل يوم كمان. هنسال جوجل عليها، نكتب ما حكم الاسلام في ختان الاناث مثلا على سبيل المثال للحصر. حلو الكلام؟ ونشوف المواقع اللي هتطلع لنا والمواقع دي بتقول لنا ايه، لانه يمكن الواحد مع الشغل شويه بيبقى قادر يقيم المواقع، سواء مواقع اخباريه او مواقع رياضيه او دينيه او غيره. انما انا كمواطن مركز في شغلي وفي حياتي، في يوم حبيت اسال سؤال واشوف جوجل هيوديني لفين، طلع لي الموقع ده، هاخد المعلومه وهتبقى هي المعلومه، وده الخطر. ولذلك اللي هنعمله بالظبط في الفقره، هنكتب السؤال، نشوف ايه المواقع اللي هتطلع لنا غير المواقع الاخباريه، ونشوف كاتبين ايه على الموضوعات اللي هنسال فيها، ونرى راي ونستمع لراي فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري في الأطروحات اللي موجودة من هذه المواقع اللي بتطلع يعني بشكل أولي لأي متصفح. ده موضوع. الموضوع الثاني يسبق هذه الفقرة فقرة مهمة جدا. من 4-5 أيام تقريبا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر تقرير بيتكلم فيه عن الإحصاء، عدد الزيجات في 2021 وعدد حالات الطلاق. النسبة ارتفعت، بس مش ده التحدي، مش دي المشكلة الرئيسية. المشكلة انه لما اطلعت على التقرير بدأت ادور اكتر وحبيت اشوف النسبة دي اولا فين من العالم، وهقول لحضراتكم هي فين من العالم بس في الفقرة ان شاء الله مش دلوقتي عشان ما نحتاجش كل حاجة. والجزء التاني حبيت ابص على النسبة دي في مصر مقارنة بالاعوام السابقة، فبدأت مثلا من 2012 وصولا الى الان، و يعني ذهبت بالبحث اكتر كمان عشان ارجع قبل 2001، رجعت كده حوالي ال 20-30 سنه اللي فاتوا، لقيت المعدلات عماله تزيد. والحقيقه انه الاحصاء اللي اعلن تفاصيله الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء
في تفاصيل كمان مهمة، ودي اللي عايزين نحط ايدينا عليها النهاردة. مش بس نقول أرقام، إنما هذه القراءات وهذه النسب بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إيه على الفئات العمرية ونسب الطلاق أعلى فين؟ نسب الطلاق أعلى في الحضر ولا في الريف؟ إيه المحافظة اللي فيها نسب الطلاق أعلى؟ وإيه المحافظة اللي فيها نسب الطلاق أقل؟ إيه قصة الطلاق في أول سنة؟ وعدده عامل إزاي مقارنة بالتاني سنة أو تالت سنة أو رابع سنة أو عاشر سنة؟ أرقام كتير الحقيقة يمكن توضح لنا الرؤية عشان نعرف إحنا محتاجين إزاي نتحرك في هذا الملف بشكل صحيح، عشان ربنا يكرم كده وأبغض الحلال لا يحدث في البيوت المصرية. دي فقرتنا إن شاء الله اللي هتكون بعد جولتنا الإخبارية اللي نبدأها بعد قليل، لكن لما نطلع حضراتكم على ترند النهاردة. هو الترند بتاع النهارده هنتكلم عليه سخن اكتر خلال الساعات القليله الماضيه، خصوصا بعد بيان النادي الاهلي، انما يمكن بدا من امبارح بعد الارهاصات اللي ما بداتش من امبارح، بدات بقى لها كذا يوم، على انه ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الاهلي ينتهي تعاقده مع النادي الاهلي. والنهارده النادي الاهلي بالفعل قدم الشكر لسواريش والجهاز الفني للفتره اللي قضاها اللي حوالي شهرين تقريبا، و بدأت ردود الفعل تزيد بقى على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على محرك البحث جوجل ده من الحاجات الأكثر بحثا، أو على تويتر بهاشتاج المدرب الجديد. هاشتاج المدرب الجديد ترندنج في مصر بقاله ساعات الحقيقة، وهو بالرغم ان هو بدأ من امبارح وكان ترندنج انما مستمر في الترندز. تعالوا نشوف بعض الآراء. ياسمين بتقول والله اتظلم جدا، بعيدا عن اننا نستحق الأفضل اكيد، بس هو فعلا اتظلم وقبل يشتغل بالناشئين وعمل بيهم ارقام كويسه. هو ليه يدفع ثمن اهمال موسيماني والمعد البدني اللي كان معاه اللي هم السبب في اللي حصل لنا؟ بس الفرق ان موسيماني نط من المركب قبل ما تغرق عشان يفضل اسطوره، وسواريش قبل بالمهمه الصعبه وشال هو الليله في الاخر. دي وجهه نظر وتتعارض مع وجهه نظر بعض الاخرين اللي شايفين ان يعني احنا فقدنا موسيماني ويا ريته ما مشي والكلام ده كله، بس كلها وجهات نظر واراء تحترم. دكتورة جيلان بتقول كل توفيق النادي الأهلي في اختيار المدرب الجديد، المفاجأة، وشكرا سواريش على الفترة القصيرة دي كانت كلها لخبطة، واتمنى لك التوفيق مع أي فرقة هتدربها. الأهلي هيبدأ مرحلة جديدة كلها خير إن شاء الله. المحترف سعيد علي بيقول سواريش رجل يستحق من الأهلاوية كل التقدير والاحترام، لا يوجد رجل شجاع يقبل مغامرة في هذه الظروف، وكذلك قبوله بالرحيل دون ضجيج أو اشتباك ينم عن احترامه لنا. رسميا البرتغالي يودع النادي. الشناوي بيقول حلم حياتي ان المدرب الجديد ما يكونش عليه انقسامات وما شوفش خناقات بعد كل ماتشات، ونقول ينفع ولا ما ينفعش ولا يمشي، وبلاش نقارنه بحد سواء وحش او لا. الدعم الجماهيري والهدوء الجماهيري هيترتب عليه هدوء اعلامي، هيترتب عليه بيئه خصبه للعمل، هيترتب عليه عمل في هدوء بلا ضغوط ثم نجاح. دكتور محسب محمد بيقول مدرب أو لاعب الأهلي لازم يكون عنده شخصية معينة. الأهلي مش بيفوز معظم الوقت نتيجة فرق القدرات أو المهارات، ولكن فرق روح وسمات شخصية. المدرب اللي كان فيه شخصية الأهلي جوزيه، ثم فايلر المدرب اللي ما ينفعش أبدا مع الأهلي حتى لو جاب 20 بطولة، موسيماني وسواريش وكارتيرون ومن على شاكلتهم. دي كلها آراء، كل الاحترام لكل المديرين الفنيين للنادي الأهلي السابقين أو السابقين قوي. في كل الأحوال في لخبطة حاصلة داخل النادي الأهلي في حالة عدم توفيق، لعيبة مرهقة، الأحمال البدنية أو الإعداد البدني اللي يمكن يكون في تحفظات عليه. في كل الأحوال لكل حصان كبوة. نتمنى أن يحسن النادي الأهلي اختيار المدير الفني القادم، يبقى في فرصة للناشئين نشوف عناصر جديدة يتطعم بها فريق النادي الأهلي عشان يبقى أقوى، يعود إلى سابق عهده. وفي نفس الوقت كل الاحترام والتقدير الحقيقة لنادي الزمالك والمجهود المحترم اللي فيريرا عمله مع نادي الزمالك. وكلما كان قطبي كرة القدم في مصر أقوياء، وكل الأندية المصرية كمان الحقيقة، كل ما ده بيصب في مصلحة المنتخب المصري، وهذا ما نتمناه جميعا. نروح نتابع مع بعض آخر وأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت النهاردة على الصعيد المحلي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، ويجري الآن
التجهيز لحملات إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى 1 مليون أسرة خلال سبتمبر القادم. أدى المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري بالعالمين الجديدة. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهل المدارس بتخفيضات تصل إلى 30%. وافق مجلس الوزراء على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات والمنتهية موقفها القانوني ومثبت عدم صلاحيتها وفقا للتقرير الفني للمركبة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات الكهنة التي تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر اشترت 4,200,000 طن من القمح من المحصول المحلي من المزارعين حتى الآن، كما أن مخزون القمح يكفي لعدة أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية. أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم بدءا من الأول من سبتمبر 2022 تخفيض مهلة الخمسة أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة 4 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية. شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بحوالي 27 جنيها على مدار عدة مرات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1115 جنيها دون إضافة مصنعية لارتفاع الطلب على الذهب وتراجع المعروض. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. طيب، زي ما حضراتكم عارفين السيد رئيس الجمهورية منذ أسابيع كان وجه بحزمة من أو الحماية الاجتماعية ببعض الإجراءات اللي تم الإعلان عنها وللمفترض أنها تبدأ تفعل في شهر سبتمبر، أول سبتمبر يعني بكرة بمشيئة الله. إنما قبل التطبيق غدا السيد الرئيس النهاردة الحقيقة أجرى ممكن نقول بعض التعديلات أو أصدر توجيهات جديدة، منها على سبيل المثال أنه يتم زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، زيادتها قد إيه؟ اللي كان مقرر ليها وتم اعتماده 100 جنيه، النهاردة السيد الرئيس وجه بأن 100 جنيه دي تبقى 300 جنيه، وهو الأمر الذي أشاد به رؤساء الأحزاب السياسية معتبرين ذلك دعما جديدا للمواطن المصري وسط الارتباك اللي بيشهده العالم. والحقيقة أن السيد الرئيس وجه بهذا الأمر لأنه كان محل نقاش من داخل أروقة الحوار الوطني، والبعض أبدى أنه يعني يتم زيادة القيمة من 100 جنيه ل 300 جنيه، والسيد الرئيس رحب بهذا الأمر بالفعل ووجه بأن يتم. إلى جانب ده الحقيقة السيد الرئيس أيضا وجه بالتجهيز لحملة من الإجراءات أيضا الحماية الاجتماعية التي تصل إلى 1 مليون أسرة خلال شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى دعم مصروفات الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية. طب إيه نوع الدعم؟ السيد الرئيس وجه بأنه الدولة هتتحمل نسبة من هذه المصاريف، تاني بس عشان نبقى محددين، للطلاب اللي هيلتحقوا بالجامعات الأهلية بشكل محدد. بالإضافة لده كمان وجه السيد الرئيس بتقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، الحالات الجراحية أو حالات الجراحات الحرجة، الدعم الإضافي ده بقيمة حوالي 600 مليون جنيه، كما وجه سيادته أيضا بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخل الأطباء وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. دي يمكن مجموعة من الإجراءات الجديدة اللي بتضاف إلى ما تم الإعلان عنه سابقا أنه هيتم ضخ حوالي 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، زيادة أعداد الأسر المستفيدين من الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة من 4,100,000 أسرة ليصل العدد إلى حوالي 5 مليون أسرة، يعني بواقع
الخمسة مليون أسرة دول بنتكلم على في حدود من 20 إلى 25 مليون مواطن هيمسهم هذا الدعم. بالإضافة لده كمان وجه السيد الرئيس بتنفيذ هذه الإجراءات بداية من الغد الأول من سبتمبر. خلونا بداية يعني نعرف رأي عدد من الأحزاب السياسية حول هذه القرارات ثم قرارات اليوم بالوجه بها سيادة الرئيس. وسعدنا أن ننضم إلينا الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. أستاذ عصام برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ رامي. برحب بحضرتك معنا. السادة المشاهدين، كيف ترى هذه القرارات السابقة ثم التعديلات أو التوجيهات الجديدة التي وجه بها سيادة الرئيس اليوم؟ هي يعني احنا القرارات دي هنبص لها من كذا منظور، وانا في الاخر عايز اتوجها بالمنظور السياسي التحليلي لهذه القرارات. نعم. الجزء الاول طبعا مراعاه الطبقات الاجتماعيه محدوده الدخل والاكثر احتياجا. الحقيقه ده نهج سياده فخامه الرئيس انتهجه من 2014 من 8 سنوات سابقا. نعم. وتوج هذه الايام لسبب، لانه علشان يعني لو قارنا ما اللي بتفعله مصر النهارده من قرارات للحماية الاجتماعية مقارنة بدول اقتصادية يعني عادية في الاقتصاد وقوية اقتصاديا ما اخذتش هذه الاجراءات. فبالتالي ده الجزء الاولاني، انه الدولة دايما القيادة السياسية عينيها على محدود الدخل. نعم. القرارات النهارده لما هنبص لها، يعني انا عارف ان التركيز على البطاقات التموينيه، خلينا ناخدها الاول. زياده البطاقات التموينيه يا استاذ رامي زياده مش قليله، لان هي لو ترجمناها من 100 و200 جنيه الى العدد نفسه هنلاقي ان انا عندي تقريبا زياده مليار جنيه في دعم البطاقات التموينيه شهريا، 12 مليار سنويا، وده يعادل 50% زياده. فكون ان انا كدوله في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة العالمية باخد هذا القرار، فده بيدينا بعد المجتمعي للقيادة السياسية. ده المحور الثاني. استغل ده بس حاجتين يا استاذ رامي سياسيا. الجزء الاول الجزء بتاع حقوق الانسان والدول اللي بتتشدق بحقوق الانسان، بس انا عايز اسالهم، هو مراعاة في ظل هذه الأزمة اللي بيتم فيها دعمها ومن ميزانية الدولة، أليست هذه حقوق إنسان أساسية؟ الأكل والشرب. نمرة اتنين، بنرد منها على أهل الشر وفيديوهاتهم وشغلهم على السوشيال ميديا وإدعاءاتهم بأن مصر بتستجيب وترضخ لصندوق النقد الدولي عشان تاخد الدعم، عشان تاخد قرض صندوق النقد، بانها بالغاء الدعم. لا، النهارده مصر بترد بتزود الدعم من القيادات المؤسسيه، انا بزود الدعم. نعم. فانا بس بقول دول كم يعني جزء بس بناخدهم سياسيا. نعم. الجزء الثاني اللي بيوري، عشان برضو نقول قد ايه ان القياده السياسيه فخامه الرئيس يعلم كل كبيره وصغيره في من معاناه الشعب. لو حضرتك بصيت خدت نوعية القرارات للدعم، هتلاقي جزء منها في السلع الأساسية الغذائية، جزء منها بيمس التعليم اللي هو الدعم للجامعات الخاصة الأهلية، دعم طلب الطلبة في مصروفاتهم بنسبة تتحملها الحكومة للي هنضموا للجامعات الأهلية. تمام. وايضا الانتظار، يعني الانتظار كده ايه اللي بيرهق كاهل المواطن المصري؟ الا ايه؟ السلع الغذائيه، الاكل والشرب، التعليم والصحه. نعم. اذا ده بقى انا من ناحيه سياسيه بنقول شكرا فخامه الرئيس، لانه احنا بس بنعرف ازاي ان هو بيحس بينا. عشان انا عايز استغل دي برضه اقول، طيب انا كمواطن مصري في مصر النهارده، الدوله لما بتقف معايا في الازمات، انا بقى دوري ايه كمواطن مصري بقى ونخش الجمهورية الجديدة؟ أعمل إيه علشان أقدر أرد ده وأدي فرصة للدولة إنها ترد لي هذا الكلام بعد كده؟ لأنه أنا عايز بس نشيل المفهوم إن الدولة أو الحكومة والشعب جهتين مختلفتين إطلاقا. ده ممكن نقول أيام الحكم السامي البريطاني، كلنا في مركب واحدة دلوقتي، جزء بالظبط مني. فأنا لما هساعده هو هيقدر إن هو يشتغل أكتر، ينتج أكتر، وبالتالي يلاقي مردود أفضل كمان بعد كده. صحيح. بالظبط، إن أنا اشتغل افضل. نعم. نقطة أخيرة عايز اختم بيها، عشان انا برد بيها بس، يعني بسمع كلام كتير الحقيقة تزييف للوعي.
النهارده الدوله بتقدر ليه في ظل الظروف دي تعمل ده نتيجه للاصلاحات الاقتصاديه اللي عايز اقول برضو ان الشعب المصري تحمل فيها. ده نتيجه ليه؟ ناخد بس مثال واحد. في السابق حصل ان احنا على مدار الثمان سنوات وسعنا الرقعه الزراعيه وزودنا من زراعه القمح. انا النهارده بقدر اطلع نسبه عاليه جدا من القمح بدل ما بستورده، وبالتالي اصبح عندي اقدر بدل ما كنت هستهلكه. والقمح النهارده حضرتك تعلم كم مع الازمه بقى طن القمح كام عالميا. فانا بدل ما كنت 5 مليون طن قمح او 4.5 مليون طن ان انا ابتديت ازوده في مصر، دول انا بقدر النهارده استغلهم. فعايز اقول انه اللي استحمله الشعب المصري في الاصلاحات الاقتصاديه النهارده هو بيقدر انه يجني ثماره عند الازمه. اشكرك على هذه القراءة طبعا استاذ عصام، يعني شكرا جزيلا على هذه القراءة المفصلة للقرارات اللي احنا بصددها. استاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار، ده جزء مهم توضيحي، انما يمكن الجزء الاهم دلوقتي كمان هو سؤال البعض، طيب القرارات دي هيبدأ تطبيقها من بكرة ازاي، ومين المستفيدين اللي معاهم بطاقات تموين، هل كلهم هيبقوا مستفيدين من القرارات دي ولا لا؟ بالنسبة لتكافل وكرامة، مين الحوالي 900 ألف أسرة اللي هتستفيد من هذا الدعم؟ خلونا نعرف هذه التفاصيل، خصوصا الجزء اللي علاقة بتكافل وكرامة. سعدنا أن ننضم إلينا في هذا الإطار دكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية. دكتور صلاح مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ رامي، اهلا وسهلا، برحب بحضرتك معانا. يعني بدايه القرارات اللي احنا بصددها اليات التطبيق هتكون ازاي، والمفترض ان هي تبدا بكره ان شاء الله، فممكن تدينا تفاصيل اكتر عن خطه تطبيق هذه القرارات؟ نعم يا فندم. بالنسبه للتضامن الاجتماعي او الدعم النقدي المشروط اللي بتقدمه وزاره التضامن للفئات محدوده الدخل، زي ما قلت حضرتك احنا بنتكلم في مليون اسره مصريه. وزاره التضامن هتشيل منه 450 ألف اسره، وده ضمن برنامج تكافل وكرامه. ولكن كمان التحالف الوطني للعمل الاهلي الثانوي هيشيل 420 ألف اسره دعم نقدي، و180 ألف اسره دعم سلعي. بالنسبه للتضامن ده بيتم التوزيع ازاي او اليه التطبيق؟ احنا عندنا في وزاره التضامن قاعده بيانات للاسر او المواطنين محدودي الدخل، مقيد فيها حوالي 34 مليون مواطن مصري. احنا بنتكلم على اللي استفادوا من، انا بالتالي هاخد طبعا من الناس اللي هم في قوائم الانتظار اللي كانوا مقدمين على تكافل وكرامه هو برنامج الدعم النقدي المشروط، انا هاخد من قاعده البيانات الموجوده لان دول اللي كانوا المعرضين للخطر او المهددين بالفقر. انا باخد منهم علشان اقدر اديهم دعم نقدي. اللي هيستفيد من هذه المنظومه حوالي 25% من الشعب المصري. يعني احنا كنا بنتكلم عن قبل هذه القرارات 4.1 مليون اسره مصريه، حوالي 17 مليون مواطن هيستفيدوا. بعد توجيه القياده السياسيه باضافه مليون اسره جديده هيصبح عدد الاسر المستفيده من تكافل وكرامه 5 مليون اسره مصريه، اضرب في 4.5 اللي هو متوسط حجم الاسره، بيتكلم حوالي في 22 مليون مواطن وكسور هيستفيدوا من منظومة الدعم النقدي، يعني حوالي 25% من المصريين، بالإضافة طبعا إلى الدعم السلعي الآخر، وده هيكون بطاقة التموين وحاجة تانية. طيب في حدود ال 800 أو 900 ألف المستفيدين اللي هنضموا إلى ال 4.1 مليون أسرة، هل دول تم اختارهم ولا إيه صيغة التواصل اللي موجودة عشان عارفين يعرفوا إن هم انضموا لهذا البرنامج؟ احنا دلوقتي وزاره التضامن بتوجيه من معالي الوزيره الدكتوره نادين القباج هو سرعه تشكيل لجان لفحص قواعد البيانات والمتقدمين للحصول على برنامج تكافل وكرامه. بالفعل تم تشكيل لجان بتعمل بشكل دوري منذ توجيه القياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء باتخاذ اللازم للتطبيق من بدايه سبتمبر. بالفعل تم تشكيل هذه اللجان وتم انتقاء البيانات، وبالفعل الان في هذه اللحظات يجرى استخراج بطاقات تكافل وكرامه للمستفيدين حسب الأولوية الصرف. أنا عندي طبعا معايير للاستحقاق وعندي معايير للتقدم، فأنا عامل أولويات وفئات. الفئة اللي هي بعد اللي استفادت في فئة تانية وفي فئة تالتة، فأنا باخد من الفئة الجاهزة دلوقتي للصرف وبياناتها كلها كاملة عندي، وهي مقدمة بالفعل وبياناتها مستوفى ولكن كانت منتظرة الدعم النقدي. وبداية الصرف هيكون إمتى يا دكتور صلاح؟
شهر سبتمبر ده توجيه الخارج السياسية، لأن كل شهر سبتمبر هو بداية الصرف، فإن شاء الله بإذن الله البطاقات اللي هتخلص على طول هتوصل لأصحابها عن طريق كارت ميزة وعن طريق البريد، هتوصل لأصحابها على طول وهيتم إبلاغهم بالتليفون أو عن طريق الباحثين الاجتماعيين أو احتضان الاجتماعي داخل الأحياء والقرى المصرية، لكن هيوصل الكارت وهيتم إبلاغ المواطنين بأن الكارت بتاعهم جاهز، وفور وصول الكارت هيتم الصرف بإذن الله. إن شاء الله ده يبقى في القريب العاجل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية. طيب وماذا عن بطاقات التموين؟ احنا النهاردة عندنا حوالي 64 مليون مستفيد من بطاقات التموين. مين اللي هتنطبق عليهم المعايير والشروط اللي هيستفيدوا من ال 300 جنيه الإضافية؟ ده سؤال خلينا برضو نطرحه على دكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية. مساء الخير يا دكتور أحمد. مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. معايير اختيار الـ الـ يعني الـ الأسر اللي هتبدأ تستفيد من ال 300 جنيه الإضافية على بطاقات التموين بناء على إيه يا فندم؟ طبعا في توجيه من فخامة الرئيس ان يبقى في مد مظلة التضامن او الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا او الاولى بالرعاية. نعم. وده طبعا بياتي توجيه رئاسة لوزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف طبعا من وطأة الاحداث الاخيرة. احنا زي ما حضرتك اشرت عندنا 64 مليون مستفيد من منظومة التموين، اللي هيستفيد من الحزمة الاستثنائية في حدود 36 مليون مستفيد. 36 مليون مستفيد. نعم. من إجمالي 64 مليون مستفيد. عدد البطاقات اللي عندنا 23 مليون بطاقة، تم اختيار 8 مليون أسرة أو 8 مليون بطاقة هيستفيدوا من الزيادة اللي تم إقرارها، وهي الحد الأدنى للزيادة 100 جنيه والحد الأقصى 300 جنيه على حسب عدد الأفراد، 100 جنيه للأسرة الواحدة، 200 جنيه أسرتين أو ثلاثة، و 300 جنيه ثلاث أسر فأكثر. اللي تم تحديد الفئات وفقا ل طبعا لجنة العدالة الاجتماعية في مجلس الوزراء، الأصحاب المعاشات اللي أقل من 2500 جنيه، أصحاب الدخول اللي تنخفض من 2700 فأقل، وأيضا أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات، كل الفئات اللي بتغطيها وزارة التضامن الاجتماعي. الزيادة دي هتكلف الدولة أستاذ رامي شهريا حوالي 833 مليون جنيه لمدة 6 شهور من 1/9 إن شاء الله باكر. منافذ التمويل 40 ألف منفذ هيبدأ في قرار الزيادة الجديدة. المواطن زي ما حضرتك كنت بتسأل ضيفك الكريم هيعرف إزاي؟ بالنسبة لوزارة التمويل هيتم طباعة رسالة على بون صرف العيش، لأن صرف العيش مستمر كل يوم. إن تم إضافة 100 جنيه أو 200 جنيه أو 300 جنيه على حسب الأسرة صاحبة البطاقة التموينية لمدة 6 شهور، والرسالة هتفضل تطلع للمواطن لمدة 7 أيام متواصلة علشان يبقى عنده علم أو اختار إن جات له زيادة على بطاقة التموين. طيب دكتور أحمد معاش، هنا مفيش أي مجال يعني إن ممكن يحصل تلاعب؟ حضرتك بتقولي ده الرسالة هتكون موجودة على بون الصرف. بون صرف العيش يا أستاذ رامي. نعم. هتتحكموا فيها إزاي إن ما يحصلش فيها أي تلاعب؟ لأن البقال التمويني بيبقى عنده مكنة صرف. نعم. نفس البطاقة اللي بيستخدمها في مكنة الخبز هي البطاقة اللي بيستخدمها في مكنة التموين. نعم. وهي قاعدة بيانات واحدة، وبالتالي المواطن هيبقى معاه إشعار أو إختار إن الدولة دعمته خلال 6 شهور بالمبلغ سواء 100 أو 200 أو 300. كويس. والمواطن على الفور هيتوجه لمنافذ التموين، ودول عددهم 40 ألف منفذ تم تدعيمهم بكل السلع التموينية. عندنا 29 صنف على قائمة التموين بالإضافة للدعم الأصلي يعني بطاقة. طيب حضرتك دلوقتي كمان تحدثت عن ثلاث شرائح، 100 جنيه للأسرة الواحدة، 200 جنيه للأسرتين على بطاقة التموين، 300 للثلاث أسر. هل هذه القرارات فأكثر؟ نعم. هل هذه القرارات بالثلاث شرائح كانت بعد توجيهات سيادة الرئيس، ولا التقسيمة دي كانت موجودة من قبل كده؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي يعني سيادة الرئيس وجه بأنه الدعم يكون 300 جنيه على البطاقة، هل ده للثلاث أسر فأكثر على البطاقة، ولا إيه الموقف؟ عشان نوضح النقطة دي، هو في توجيه من فخامة الرئيس منذ أكثر من شهر أو شهر ونص، وزارة التموين مع مجلس الوزراء ولجنة العدالة الاجتماعية ووزارة التضامن بنشتغل يا أستاذ رامي على حزمة البرامج اللي خاصة بالحماية الاجتماعية بقالنا فترة. الحزمة دي فيها حاجات دعم نقدي مباشر زي تكافل وكرامة، وفي دعم غذائي يعني في سلع رايحة من التحالف الوطني للعمل الأهلي زي مصر الخير وبنك الطعام، ودول كانوا في اجتماع الاسبوع الماضي مع دولة رئيس مجلس الوزراء. تمام. وفي حزمة خاصة بطاقات التموين. ما دي اللي بسأل عليها تحديدا. ليها ثلاث فئات هيستفيدوا من القرار. 100 جنيه للأسرة الواحدة، 200 جنيه
اسرتين لثلاثه 300 جنيه للثلاث اسر كويس. فاكثر. قبل توجيهات سياده الرئيس النهارده، هل كان 100 جنيه لكل البطاقات مع مختلف عدد الاسر؟ ال 100 جنيه مش لكل بطاقات التموين، ال 100 جنيه ل 8 مليون بطاقه على النظام اللي معني بالبطاقات التموينيه. احنا قسمنا كمان حضرتك ال 8 مليون دول لاعداد، يعني تم حساب اللي هياخد. ايوه دكتور احمد، معلش هنا بس نقطه استيضاحيه، هل ال 8 مليون اللي هيضافوا او هيضاف ليهم المبالغ اللي وجه بها سياده الرئيس قبل كده كان ال 8 مليون هيستفيدوا من 100 جنيه، انما بعد توجيهات سياده الرئيس تم عمل ثلاث شرائح وصولا الى 300 جنيه للبطاقه اللي عليها ثلاث اسر فاكثر؟ عشان تبقى واضحه حضرتك، هيبقى الحدود الدنيا للزياده او الحد الادنى 100 جنيه والحد الاقصى 300 جنيه، علشان حضرتك تقدر الناس تبقى فاهمه القرار تم هيتم تنفيذه باكر ازاي. عندنا احنا قسمناها حضرتك العدد اللي هيستفيد. معلش ممكن يا دكتور احمد اظن المقاطعه لان انا تايه شويه، معلش. دلوقتي سيادة الرئيس منذ أسابيع وجه بزيادة 100 جنيه على بطاقات التموين، ثم اليوم نحن بصدد توجيه من سيادة الرئيس بأن 100 جنيه تبقى 300 جنيه. ممكن أفهم دلوقتي ده متراوحة من 100 جنيه ل 300 جنيه. أيوة يعني إذا يعني ما قبل قرار سيادة الرئيس النهاردة أو توجيه سيادة الرئيس النهاردة كان كله هياخد 100 جنيه، إنما النهاردة بعد توجيه سيادة الرئيس بقى فيه ثلاث شرائح. ثلاث شرائح، الشريحة الأولى حضرتك دي هتاخد 100 جنيه، دول عددهم بالظبط حوالي 7,657,178 أسرة. دي هتاخد الأسرة الواحدة دي اللي هتاخد 100 جنيه. في شريحة تانية هتضم أسرتين لثلاثة، دول هياخدوا 200 جنيه، واللي عندهم ثلاث أسر على البطاقة أو أكثر دول هياخدوا 300 جنيه. مظبوط. التقسيمة دي ما كانتش موجودة قبل كده. دلوقتي بقى حضرتك التقسيمة دي بكرة إن شاء الله 1/9 ال 40,000 منفذ على قاعدة البيانات، كل بطاقة هيبقى معرفة على النظام إذا كانت هي 100 جنيه أو 200 أو 300 وفقا لعدد الأسر اللي على البطاقة. مظبوط. وهديله رسالة لمدة 7 أيام علشان يبقى عارف مرة واثنين وثلاثة إنه هيروح لتاجر التموين هيبقى عنده زيادة على بطاقته على الدعم الأصلي أو اللي موجود، لأن الدولة بتدعم المواطن في الظروف الطبيعية. إحنا عندنا 63 مليون مواطن على بطاقات التموين بيصرفوا في الشهر 3 مليار جنيه سلع. تمام. اضاف لهم من بكره 833 مليون جنيه زياده. طيب يعني في شان اخر بقى، يعني معرض اهلا مدارس، كل سنه وحضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير، ونسب الخصومات حسب ما قرات من او تابعت من تصريحات وزير التموين دكتور علي المصلحي انه بنتكلم من 25 الى 50% خصومات. المعرض اللي تم افتتاحه النهارده وافتتحه السيد رئيس الوزراء ده المقام في ارض المعارض، ماذا عن باقي المحافظات؟ لان انا عارف ان في برضه هيبقى معارض اخرى ومعارض فرعيه وايضا سيارات متنقله وما الى ذلك، فيا ريت توضح لنا ايضا القصه دي. احنا عندنا النهارده ادينا اشاره البدء، يعني شرفنا في الافتتاح دوله رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين ومعالي وزير الصناعه ان احنا بندي الاشاره فقط. احنا عندنا 800 معرض هذا العام، ودي الاول مره العدد يزداد هذا العام، ما بين 23 معرض رئيسي في المحافظات و119 معرض فرعي و33 شادر و27 قافله او سياره متحركه و500 مكتبه مشاركه معانا هذا العام. التخفيضات بتتراوح من 25 الى 50%، وعدد العارضين في المقر الرئيسي للمعرض النهارده على مساحه 6000 متر مربع حوالي 200 شركه، ونسبه المكون المحلي او المنتجات المصريه الوطنيه تتراوح من 50 الى 70%، وطبعا جودتها عاليه جدا. وبناكد ان المعرض طبعا ان الوزاره للسنه الخامسه على التوالي بتنظمه، لان هو اثبت يعني كفاءته للاسره المصريه، لان حضرتك جمعنا كل مستلزمات المدارس والاحذيه والجلود والشنط في مكان واحد، وموجود عياده للرمد للكشف على يعني الاطفال مع اولياء الامور او للاسنان، وفي ركن مخصوص لذوي الهمم لمنتجاتهم الحرفيه او اليدويه. افتتاحه للمواطنين او يعني هيفتح للمواطنين العمل بدايه من الغد؟ من 1/9 للجمهور بكره ان شاء الله لحد 10/9، من الساعه 11 صباحا للساعة 10 مساء، وكل مستلزماتهم اللي احنا عرضناها النهاردة موجودة وبتخفيضات عالية، وفي ركن كمان لأجهزة الحاسب الآلي واللابتوب والتعليم عن بعد. ده دكتور احمد ده من بكرة لحد لمدة 10 أيام، وافتتاح الغد للجمهور ده على مستوى كل اللي حضرتك ذكرته، سواء اللي موجود في أرض المعارض أو كويس على مستوى 800 معرض على مستوى الجمهورية. طب ليه 10 أيام يا دكتور احمد؟ يعني المدرسة تبدأ في أكتوبر، يعني منزوقها شوية. المعرض الرئيسي
المعرض الرئيسي، علشان ده في ارض المعارض بيبقى مرتبط بمعارض اخرى غير وزاره التموين. ولكن الملاحظه اللي حضرتك قلتها اشارها النهارده سياده الوزير مع الغرف، واتفقوا ان بعد انتهاء العشر ايام كل العارضين دول هيرجعوا اماكنهم الطبيعيه، وهيستمر المعرض لاخر الشهر بنفس نسب التخفيضات ونفس البانر واللوجو بتاع اهل المدارس. يعني حتى لو انتهى في ارض المعارض يوم 10/9، انما كل المنتجين في المشاركين في المكتبات وفي الشوادر الاخرى هتفضل الخصومات موجوده لاخر الشهر. لاخر الشهر. كويس جدا. طبعا تزامنا مع قرار معالي وزير التربيه والتعليم ان الدراسه في 1/10 هيبقى في فرصه اكتر للمواطن يجيب كل مستلزماته خلال شهر 9 ان شاء الله. كويس، بشكرك على هذه التفاصيل وهذا التوضيح دكتور احمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين والتجاره الداخليه. خلينا برضو ندي لحضراتكم فكره على المعرض وايه اللي موجود فيه، ويعني كاميرا مساء دي ام سي كانت موجوده النهارده لتتابع افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمعرض اهلا مدارس بارض المعارض. هناخد حضراتكم في هذه الجوله ونلتقي بعد الفاصل. عاد معرض اهلا مدارس من جديد بمنتجات وتخفيضات كبيرة وبمشاركة أكثر من 200 عارض ما بين مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط وملابس جاهزة، ده بالإضافة إلى توفير أجهزة كمبيوتر، كذلك المنتجات الغذائية المختلفة اللي بتتقدم من الشركات التابعة لوزارة التموين. معرض الرئيسي في محافظة القاهرة بيقام على 6000 متر مربع، دور أرضي ودور علوي، التخفيضات من 25% إلى 50%، المكون المحلي من 50% إلى 70%، صناعات محلية مصرية. عدد المعارض عندنا حوالي 800 هذا العام، ما بين 500 مكتبة موجود فيهم اللوجو الرئيسي بتاع معرض أهلا مدارس، بالإضافة إلى 199 عارض داخل المعرض الرئيسي، وعندنا 119 معرض فرع في المحافظات و33 شادر وأكثر من 27 سيارة متحركة. نسبة التخفيضات، وبأكد على حضرتك مش معنى إن السعر منخفض يبقى الجودة فيها مشكلة، بالعكس، والحمد لله سنة عن سنة المكون المحلي بيزيد. في جزء طبعا مستورد لأن مصر مش مقفولة، طبعا بنستورد بعض الاحتياجات، ولكن بنبقى سعداء جدا إن المنتج المحلي أو الشركات الوطنية هي اللي بتتصدر المشهد النهاردة. سيكون هناك 23 معرض رئيسي بالمحافظات وأكثر من 1100 معرض فرعي، ده بالإضافة إلى 27 سيارة متنقلة وعدد من الشوادر تصل ل 33 شادر، ده بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية. كمان بتقدم لأول مرة خدمة التقسيط البنكي للتسهيل على المواطنين. السنة دي داخلين مع فكرة الشمول المالي، وداخلين مع فكرة التخفيف على رب الأسرة، إن احنا جايبين شركات للتقسيط. معانا الحمد لله 6 بنوك تحت رعاية البنك المركزي. الحمد لله كل حاجة السنة دي بشكلها الجديد متقدمة للتخفيف على الأسرة المصرية. سيفتح المعرض أبوابه للجمهور من 1 إلى 10 سبتمبر، سواء في المعرض الرئيسي الموجود في أرض المعارض بمدينة نصر أو المعارض الموجودة في بقية المحافظات. المعرض السنة دي بيتمتع بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية وتنوع كبير، بيخلي الأسر المصرية تقدر تشتري كل مستلزماتها المدرسية من مكان واحد، ده بالإضافة طبعا إلى خدمة التقسيط اللي بتكون لأول مرة علشان تسهل على المواطنين عمليات الدفع. محمد عبيد، مساء تي ام سي. النهارده في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح. موافقه تمت على انه سعر اردب القمح هيكون 1000 جنيه للموسم المقبل اللي هي توريدات عام 2023، وده في اطار اهتمام الدوله بدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعه القمح وتوريده. كمان وافق المجلس على تحديد سعر الارز الابيض بعد ظهور زيادات غير مبررة في الأسواق الفترة الماضية، فقرر المجلس أنه سعر الأرز الأبيض غير المعبأ هيكون سعره لا يزيد عن 12 جنيه والمعبأ لا يزيد عن 15 جنيه. ووزارة التموين كانت أعلنت الأسبوع اللي فات عن بدء موسم حصاد الأرز،
وتم تحديد سعر توريد الأرز هذا العام من المزارعين بواقع 6600 جنيه سعر طن الأرز رفيع الحبة و 6850 جنيه سعر طن الأرز عريض الحبة. خلونا نقرأ هذه التفاصيل مع سيادة النائب مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية. سيادة النائب برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا اهلا رامي بيه، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. يعني بداية رأي حضرتك في اللي حدده مجلس الوزراء وافق عليه بالنسبة لسعر أردب القمح انه يكون 1000 جنيه للموسم المقبل، كيف ترى هذا القرار؟ حقيقة طبعا انا بشكر حضرتك ان انت يعني تناولت موضوع مهم جدا يمس المواطن بشكل مباشر والمشتغلين، يعني سواء بقى في قطاع الطحن او في قطاع صناعة المكرونة والفلاح في ذات الوقت. نعم. حقيقة خطوة إيجابية جدا من وزارة التموين ويصدق عليها مجلس الوزراء. إن من بدري أنا بعلن سعر استرشادي لطن القمح عشان يبقى لدى الفلاح الحرية الكاملة والمعرفة الدقيقة لسعر الموسم المقبل فدانه. نعم. هل حضرتك شايف ان السعر ده يعني هيكون محفز للمزارعين في زراعة القمح للموسم المقبل؟ رامي بيه، بص، هو الحقيقة احنا يعني محتاجين نعدي كثير من التوعية للفلاح في الزراعة باسلوب جيد واستخدام سلالات تنتج إنتاجية عالية للفدان عشان في النهاية يلاقي مردود إيجابي. السعر أعتقد إن الأرداب بألف جنيه سعر عادل جدا للفلاح وحيدي إنتاجية بعد كده مردود في سعر الطحن في نفس الوقت هيبقى سعره كويس. يعني اسمح لي حضرتك برضو لأن أنا بقارب بأسعار السنوات الماضية، يمكن السنة اللي فاتت بنتكلم على من 800 ل 820 حسب النقاء، السنة اللي قبلها من 670 ل 700، اللي قبلها 18 19 من 655 ل 685، النهاردة بنتكلم على 1000 جنيه، فطبعا في قفزة، إنما يجب أن نضع في الاعتبار إنه أسعار القمح عالميا ارتفعت بسبب الأزمة اللي موجودة، وبالتالي حضرتك شايف إنه في ظل هذه الظروف ده سعر مناسب جدا للموسم القادم. مع مراعاة ان احنا في تحرير لسعر الصرف، مع مراعاة ان في زيادة في سعر الكهرباء، كل هذا تم استعراضه ودراسته واخذ في عين الاعتبار. كويس، نفس الامر بينطبق على السعر اللي تم اقراره بالنسبة لطن الارز؟ حقيقة الارز يعني احنا كغرفة صناعة الحبوب حقيقة عشنا مأساة العام الماضي نتيجة بعض العشوائية في تداول الشعير. كان على أثر ذلك اجتمعت شعبة الأرز وغرفة صناعة الحبوب بقيادة الزميل النائب طارق حسنين، والحقيقة نجحنا في ان احنا نعمل شبه مشروع تم تقديمه لمعالي الوزير الدكتور علي مصلحي. الحقيقة تعاون معنا جدا في وضع ضوابط وآليات كان على رأسها صدور قرار سعر مدروس وعادل 6600 للأرز الشعير الرفيع و 6850 للعريض الحبة، العريض الحبة. وكان لزاما لهذا أو تنفيذ هذا القرار أن نضع حد ايضا لاسعار الارز الابيض، نعم، اللي هو غير المعبأ والمعبأ. وخد بال حضرتك، انا بستأذنك من منبرك هذا، انا ببعت رساله لكل التجار او اصحاب المحلات التجاريه المشتغلين في سلعه الارز ان هناك ضوابط واليه من الرقابه الداخليه هتكون موجودة دائما. أكيد أكيد، يعني طالما تم إقرار سعر محدد أكيد جهاز عمالة المستهلك هيشتغل في الأمر ده كمان. أنا بستأذن عشان برضو يبقى في رسالة واصلة عشان ما يجيش الناس يقولوا لا السعر غير ملزم، لا السعر ملزم تماما وده السعر معلن ألا يزيد ألا يزيد. نعم. مفيش كيس مهما كانت جودته أو مواصفاته كرز
مصري هيزيد عن 15 جنيه كمعبأ حتى لو بيتباع في افضل سوبر ماركت. كويس، يبقى واذا حضرتك شايف انه الاسعار اللي تم اقرارها والموافقه عليها ايضا هي اسعار مناسبه بالنسبه للقرص كما هو الحال ومن وجهه نظر حضرتك بالنسبه للأمن. بس اذنك دي مش سعر استرشادي، ده سعر الزامي. عشان انا شايف مكتوب سعر استرشادي، لا هو مش استرشادي. لا، السعر الاسترشادي ده بالنسبه للقمح للموسم اللي جاي. ايوه، انما بالنسبه للرز سعر الزامي. الزامي. بشكر حضرتك على هذا التوضيح وعلى هذه القراءه. شكرا جزيلا سياده النائب مجدي الوليلي عضو مجلس اداره غرفه صناعه الحبوب باتحاد الصناعات المصريه. من هذا العالم نذهب الى عالم الرياضه. زي ما كنت بقول لحضراتكم في البداية، قوة النادي الأهلي وقوة نادي الزمالك أو قوة نادي الزمالك وقوة نادي الأهلي وأيضا بيراميدز فيوتشر وكل الأندية المصرية مهمة جدا. كلما كان الدوري عندنا قوي والفرق فيه قوية كلما ده يصب في مصلحة المنتخب الوطني لكرة القدم، وخصوصا وأنه المنتخب مع الإخفاقات الماضية كلنا منتظرين لنرى خطة عمل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا خلال الفترة القادمة، واللي بدأ يتحدث عن بعض ملامحها النهاردة. النهاردة في مؤتمر صحفي بداية أعلن قائمة المنتخب وقال أنه فضل عدم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية حتى لا يؤثر ذلك على تركيز الفرق واللاعبين في المسابقة المحلية أي في مسابقة الدوري، وقال أنه الهدف هو تجهيز قاعدة كبيرة من اللاعبين عندهم خبرات يشاركوا مع المنتخب ويتم الدفع بيهم وقت الحاجة. فيتوريا الحقيقة النهاردة أعلن عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر أنه ينطلق في الفترة ما بين 13 وحتى 27 سبتمبر المقبل. الحقيقة كمان وضح أنه هذه الفترة هتنقسم إلى فترتين، من 13 إلى 17 سبتمبر ومن 17 إلى 27 سبتمبر. قائمة اللاعبين المحليين اللي تم الإعلان عنها النهاردة بتضم في حراسة المرمى كل من محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي، وبالنسبة بقى للاعبين سواء خط الدفاع أو الوسط أو الهجوم تم اختيار كل من عمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر المحمدي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمد إبراهيم، محمود حمادة، مروان عطية، إسلام عيسى، عبد الرحمن مجدي، شادي حسين، أحمد عادل، أحمد مدبولي، مروان حمدي، ناصر منسي، وأحمد شريف. دي القائمة اللي تم الاستقرار عليها بالنسبة للاعبين المحليين. والحقيقة أنه فيتوريا النهاردة في المؤتمر كمان كشف عن أنه وقال أنه بيتابع كل اللاعبين في كل الأندية بدون استثناء. القائمة اللي تم الإعلان عنها دي هي ليست القائمة الأولى. قال أنه في البداية كانت في قائمة بتضم 85 لاعب، ثم تم تقليص القائمة إلى 45 لاعب، بعدها تم الاستقرار على 23 لاعب اللي تم الإعلان عنهم النهاردة، وقال أنه دايما التركيز والاختيار هو على العناصر الأكثر جاهزية، وقال أنه مهم كمان أن نحدد الهدف، وقال أنه في خطة محطوطة لحد 2026 الهدف منها هو أنه يتم اختيار أفضل العناصر أكثرها جاهزية، خطة لعب محددة يعني هيسعى لمحاولة تثبيتها في المعسكرات عشان تدريجيا يتم الوصول إلى أفضل شكل للمنتخب الوطني، وهذا ما نتمناه جميعا. قال كمان أنه ضم لاعبي الأهلي للمنتخب رغم عدم مشاركتهم مع الفريق في الفترة الأخيرة، قال ده بسبب يعني امتلاكهم لخبرات كبيرة، وتمنى أنه فترة الراحة اللي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية تساعدهم على العودة إلى مستواهم الحقيقي خلال الفترة القادمة. فيتوريا كمان الحقيقة في المؤتمر قال إن في أربع مبادئ مهمة جدا عشان يتحقق النجاح، ولازم إن الأربع مبادئ دول يتم وضعهم في الاعتبار لدى الجميع. واحد، حب البلد. ثانيا، احترام الزملاء واحترام العمل الجماعي. ثالثا، التعاون بين كل الأندية مع المنتخب المصري. ورابعا، اللعب الجيد مع الأندية ومع المنتخبات. بالنسبة للمحترفين تحدث عن المحترفين بصفة عامة وقال أن المحترفين المصريين
أقل منافسة يعني، أو ممكن يكون حب يقول مستواهم أقل شوية من الأفارقة، وقال دي أزمة. لكن في حل. إيه الحل؟ قال إما العمل على تطوير أداء المنافسات المحلية عشان تبقى أقوى، أو الحل التاني كمان تجهيز اللاعبين الصغار ومساعدتهم على الاحتراف مبكرا في أوروبا. دي وجهة نظر روي فيتوريا اللي أعلن عنها النهاردة. بالنسبة للاعبنا الدولي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، قال طبعا أن مو صلاح من اللاعبين المهمين جدا ومن أهم اللعيبة في العالم النهاردة وأفضلهم، وقال أن كل المؤشرات بتقول أنه هيكون متواجد في المعسكر القادم. بالنسبة لوجود مدرب مساعد، فيتوريا قال أنه اختيار مدرب مصري في الجهاز لمجرد التواجد فقط، يعني سواء مصري أو غير مصري، مش ده المعيار. قال المهم إن كان مصري أو غير مصري إن المدرب المساعد ده يكون هيضيف للجهاز الفني، وقال إحنا محتاجين إن يكون في مواصفات معينة عشان يضيف للمنتخب، وأهم هذه الصفات الشخصية تحديدا إنه يعني يكون صفاته الشخصية تسمح بإمكانية التعاون المثمر مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري. ده بالنسبة للمنتخب. بالنسبة للأهلي إحنا قلنا لحضراتكم إنه خلاص يعني الأهلي شكر سواريش النهاردة المدير الفني البرتغالي ورحل سواريش، وننتظر جميعا إعلان النادي الأهلي عن المدير الفني القادم. حتى على الهاشتاج النهاردة اللي موجود على تويتر اللي هو المدرب الجديد، في بعض الناس بتقول الله يا جماعة ده عدى ساعتين ثلاثة ولسه النادي الأهلي ما أعلنش، فيعني كنوع من الفكاهة إنه عادة بيتم الإعلان سريعا. هل النادي الأهلي استقر ما استقرش لسه بيبحث؟ خلونا نعرف تفاصيل عن النادي الأهلي وعن المنتخب الوطني واللي قاله النهاردة روي فيتوريا من الزميل العزيز أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي. يا أبو حميد مساء الفل. يا أستاذ رامي إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. حبيت المشاهدين. تحب تبدأ بالمنتخب ولا الأهلي؟ والله يعني اللي ختمت بيه حضرتك الأهلي نبدأ بيه وبعدين نتكلم في المنتخب عشان عندنا كلام كتير في المنتخب، ولكن بالنسبة للنادي الأهلي زي ما حضرتك ختمت، هو الأهلي ليه ما أعلنش بسرعة؟ لأنه هو الوقت جاي بالنسبة للنادي الأهلي، عنده 10 أيام أجازة للعيبة جاي بعد نهاية الدوري. هو القرار كان اتخذ برحيل سواريش منذ أسبوعين. نعم. يعني عشان بس الناس، هو القرار كان الناس قالوا النهارده كان في جلسة طارئة قبل ما يعلنوا خالص. هو القرار كان اتخذ منذ أسبوعين وهم كانوا متفقين ان هو هيمشي، بل بالعكس كانوا شغالين على بدايل. ولكن خلينا اطلع لك اتنين من ضمن البدايل اللي الناس بتتكلم فيهم، اللي هو خليلو زيتش. لا هو مش هيجي يدرب النادي الاهلي خالص لسببين. السبب الكلام قال ان هو عايز يدرب منتخبات مش عايز انديه، دي عقليته في المنتخبات. ثانيا النادي الاهلي كمان هو فعلا كلمه مشروع اللي النادي الاهلي بيقولها، هو فعلا عايز يعمل مشروع، لكن ما وجدش ضلته في سواريش. فمش معنى كده ان هو هيهد المعبد، لا هو هيدور على نفس المدرسه بتاعت فايلر، لانه الناس بتتكلم على كيروش. انا برضو تواصلت مع كيروش وقلت له انه هل ممكن يرجع لمصر او هو جاي مصر عشان النادي الاهلي. قال انا اساسا محدش كلمني من النادي الاهلي، محدش تفاوض معايا. يبقى ده مش من ضمن الاختيارات بالظبط. قال ما حدش كلمني خالص من النادي الاهلي. وماذا عن فايلر؟ لان برضو في بعض المواقع كتبت ان هو يعني النادي الاهلي تواصل معه وهو رفض. الاهلي لم يتواصل ايضا، انا دي بقى معلومه عرفتها من النادي الاهلي. النادي الاهلي لم يتواصل مع فايلر. فايلر كمان هو مش حابب، خلاص هو كان شغال في حته معينه، انا مش عايز ارجع في اليونان او في اليابان او في اي مكان هو بيشتغل، انا المدرسه دي مريحاني، مش عايز انا اجي هنا في دول الخليج او في الدول العربيه. دي كانت عقليته وهو ما زال مصمم عليها من خلال المعلومه اللي قدرت اوصلها من النادي الاهلي. كيروش كمان حكم السن، وانا عارف ان كيروش صحيا مش افضل حال هذه الفتره، فهو عارف انه ضغط المباريات مع الانديه صعب جدا. صح. عليه الفتره كويس. اللي جايه ان هو يبقى اذا ايه الاختيارات اللي بيتم يعني الحديث عنها او البحث في تفاصيلها؟ هذه الاسماء دي اللي بتتقال يا استاذ رامي، مفيش خالص اي اسم الاسماء اللي بتتقال على السوشيال ميديا او في المواقع. النادي الاهلي معتم تماما على هذا الامر. تكليف، وانه الكابتن الخطيب شخصيا هو اللي بيتعامل في هذا الامر مع الكابتن حسام غالي، مع امير توفيق مدير التعاقدات، ما بيطلعوش اطار المفاوضات براهم الثلاثه، لان هم مش عايزين نفس تجربه سواريش. لو هتشوف انه النادي الاهلي لاول مره يمكن في تاريخه ما يعلنش هو على المدير الفني. نعم. سواريش تم الاعلان عنه في البرتغال قبل ما يجي مصر، وده كان مضايق جدا شويه النادي الاهلي. هم لا معتمين خالص خالص، ولكن المواصفات اللي شغالين عليها اللي انا قدرت اعرفها انه مدرب يبقى في الخمسينات، مدرب عنده سي في كويس، مدرب خد بطولات لاعب ومدرب عكس سواريش اللي كانت شركه الكوره هي اللي جايباه
لاخر طيب. بطولات لاعب سؤال اخير سؤال اخير في في هذا الاطار، كثرت الاقاويل على ايه الشرط الجزائي اللي دفعه النادي الاهلي لسوارش؟ اتقال شهرين او كان في مفاوضات على ثلاثه، اتقال لا ده خد كل فلوسه، يعني ايه اللي حصل؟ عندك فكره؟ هو كان الاتفاق بالتراضي ان هو يرحل بالتراضي وياخذ كل مستحقاته كامله، والمعلومه اللي عندي انه تقاضى ما يعني باخر شهر ليه، والفلوس اللي كانت ليه شبه شرط جزائي $300,000. $300,000 بالظبط ده المبلغ اللي اخده كله من النادي الاهلي ومستحقاته، والجهاز الفني بالكامل كمان خد مستحقاته لانه للنادي الاهلي يعني مش عايز يدخل في صدامات، وفي نفس الوقت هو انا اللي ممشيه في شرط جزائي مشترك، فما فيش مشكله ان انا امشيه بهذه الطريقه يعني. شكرا اذا على هذا التوضيح. نروح للمنتخب الوطني، قلت لي فيه كلام كتير، ارجوك انزل كده ببعض النقاط السريعه واهمها. طيب خلينا نوضح للناس بس، النهارده القائمه اعلنت يا استاذ رامي ما فيهاش الزمالك وما فيهاش فيوتشر. الناس بتستغرب الزمالك وفيوتشر يا جماعه موجودين في هذه القائمه، وهذه القائمة ليست نهائية، يعني القائمة دي هتتغربل تاني، هتتصفى ل 26 لاعب فقط. احنا لو قرينا الأسماء النهاردة هنلاقيهم في حدود 25-26 لعيب، لكن لا لسه لعيبة محترفين، لسه لعيبة الزمالك، لسه لعيبة فيوتشر، لأنه لعيبة الزمالك وفيوتشر عندهم الأدوار التمهيدية في الفترة من 6-14 في الشهر ده في دوري الأبطال والكونفدرالية، فبالتالي هو مش هيقدر ياخدهم. الراجل عامل المعسكر على شقين، معسكر من يوم 13 ليوم 17 للمجموعة اللي أعلن عنها النهاردة، والمجموعة دي هيصفي منها شوية، وبعد كده عنده معسكر يوم 19، يبقى القائمة الكاملة اللي هي 26 لعيب، علشان اللبس اللي عند الناس فين لعيبة الزمالك فين لعيبة فيوتشر، لا موجودين جدا. ويمكن أسبق كمان وأقول لك اللعيبة اللي هتبقى من الزمالك وفيوتشر، إنه هو الراجل هيختار من فيوتشر عمر كمال عبد الواحد واحمد عاطف المهاجم، ومن الزمالك هيختار محمد عواد واحمد فتوح والونش وامام عاشور واحمد سيد زيزو. ده بالنسبه لاختياراته اللي لم يتم الاعلان عنها. تمام. من معلوماتي عن فيتوريا مش راضي تماما عن شكل الدوري العام، شايف انه ضغط المباريات بيؤدي بالتبعيه للارهاق، سواء في مباريات الدوري سواء في مباريات افريقيا بالنسبه للانديه سواء مع المنتخب، فهو شايف انه لازم نوصل لحل استثنائي او دوري استثنائي نلعبه السنه اللي جايه، لانه بهذه الوضعيه هيبقى عندنا ضغط مباريات محدش هيقدر يستحمله الفتره اللي جايه. فهو ده كان طلبه، وكمان الحاج عامر حسين هو اللي بيلف الجولات مع فيتوريا، لانه بيحاولوا يقنعوا المديرين الفنيين ان احنا نلعب الدوري الجديد بشكل استثنائي علشان خاطر نطلع من الزنقه اللي احنا فيها دي. لو وقتك يسمح ممكن اقول لك شكل الدوري اللي هو عايز يلعبه سريعا هو عايز يلعب الدور الاول زي ما احنا بيلعب 17 جوله، الدور الثاني اول 8 فرق يلعبوا على بطل الدوري، اخر 10 فرق يلعبوا على الثلاثه اللي هيهبطوا، فبالتالي انت كده عدد جولات الدوري نفسه قل، هنلعب بدل 34 نلعب 25 جوله، فيبقى قلل 9 جولات، يبقى بالنسبه له قلل شهر ونص. يعني احمد انت فهمت من مضمون كلامه ان هو فعلا الراجل شايف انه في ارهاق شديد على اللعيبه في مصر بسبب عدد المباريات؟ أول مباراة حضرها فيتوريا في مصر كانت مباراة الأهلي والزمالك في القمة، ما كتبه في تقريره لاتحاد الكرة، اللاعبين في أرض الملعب يعانون الإجهاد، والراجل ما كانش يعرف حاجة عن الكرة المصرية. قال لك في إجهاد واضح، أنا عايز أعرف إيه سببه. قالوا له 1-2-3-4 وجابوا له الثلاث سنين اللي فاتوا يعني. وضحت الرؤية، وبشكرك على كل هذه التفاصيل الزميل العزيز أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام، كان في خبرين ثلاثة بس ممكن نقولهم بكرة إن شاء الله، عشان بس مهمة برضو الفقرة القادمة اللي فيها نتكلم عن معدلات الطلاق، معدلات الزيادة اللي حصلت الفترة اللي فاتت، هنحاول نحط إيدينا كده على الأرقام اللي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يمكن ده يخلينا نشوف رؤية إزاي ممكن نتحرك بشكل صحيح خلال الفترة القادمة لمحاولة الحد من معدلات الطلاق، ونلاقي نسب يا رب تكون بتنخفض السنوات القادمه، بالرغم من انه رئيس الجهاز قال متوقع في 2022 ان معدلات الطلاق تكون كمان اعلى من 2021 اللي صدر بشانها التقرير منذ 4-5 ايام. تفاصيل الفقره ان شاء الله يعني تبقى بعد هذا الفصل، فارجوكم ابقوا معنا. لا تقتصر مبادره حياه كريمه على رفع كفاءه قرى الريف المصري، وإنما تمتد إلى الجوانب الثقافية داخل هذه القرى، وده من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية. ففي قرية المريج بمحافظة الأليوبية تم تنظيم مهرجان ثقافي يتقدم خلاله مجموعة من العروض لفرق الفنون الشعبية، إلى جانب عروض موسيقية ومسرحية، ده بالإضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال.
الهدف الاساسي من المهرجان ده هو بناء العقول بجوار بناء الخرسانين اللي بيتم في البلد، بمعنى ان احنا بننزل للناس في مكانهم، بنعمل لهم انشطه توعويه، بنقدم لهم خدمه ثقافيه، بنقدم لهم الورش اللي يقدروا يفتحوا منها باب رزق ليهم. اللي بتعمله حياه كريمه طبعا بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم، بيفتحوا لنا المدارس زي ما حضرتك شايف، بنبتدي نعمل فيها الاحتفالات. اولا بنبدا بالورش الفنيه، زي ما بنتعلموا ازاي يعملوا تطريز، خياطه، ازاي يتعلموا يلونوا يرسموا، طبعا الحاجات دي مفيده جدا للطفل في التوقيت ده، بجانب طبعا نشاطات ثقافيه وفنيه وعروض زي عروض التنوره والاراجوز. طبعا الحاجات دي بتخلي الطفل يبقى يحس ان هو فعلا في حياه كريمه، يعني هو ده الهدف الاساسي من حياه كريمه. احنا بتجيلنا الخطه من وزاره الثقافه وبننزل خلالها، احنا المرحله الاولى خلصناها السنه اللي فاتت في 6 محافظات، السنه دي ان شاء الله عندنا 14 محافظه وهكذا لحد ما نخلص الجمهوريه كلها. المهرجان بيتضمن العديد من الورش الفنيه والحرفيه للكبار والصغار، وكمان بيقدم معارض للكتاب، وبيعقد خلاله مسابقات لاكتشاف الموهوبين من أبناء القرية. المهرجان حلو وجميل وممكن تشارك فيه بمهارتك، وأي واحد عنده موهبة ممكن يشارك في هذا المهرجان. حاجة جميلة جدا أنه هي حاجة تعمل زي كده وتشجع شباب القرية أن هم يجوا ويمارسوا أنشطة هم كان حلمهم من زمان أن هم يمارسوها، غنى، رسم، أي حاجة بيتمنوها يقدروا يعملوها هنا، وياريت ده كله يحصل في كل محافظات مصر. اتفرجت على فقرة الساحر وشاركت في الاقتصاد ولعبت السلم والتعبان، واتفرجت على فقرة الأراجوز وكانت حاجة جميلة. بيتم تنظيم هذه الأنشطة وفق بروتوكول تعاون تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة، بهدف تفعيل محاور التثقيف والتوعية واكتشاف المواهب داخل قرى حياة كريمة، وده اللي بيساعد على بناء الإنسان المصري. محمد عبيد، مساء ديامسي. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. خلونا نستعرض أرقام، بعض الأرقام كده سريعا قبل ما نبدأ حوارنا. معدلات الطلاق في مصر، احنا بنتكلم على الزيادة من 2020 إلى 2021 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتابعة العامة والإحصاء، نسبة الزيادة حوالي 14.7%. معدلات الطلاق بصفة عامة في مصر نقدر نقول عليها مرتفعة، لكن لما بنيجي نقارنها بالمعدلات الموجودة في العالم هي ليست الأعلى والحمد لله، يعني مش من أول 10. القائمة اللي موجودة قدام حضراتكم يعني اجتهدت في إعدادها عشان نرى إزاي في معدلات زيادة على مدار السنوات الماضية. يمكن القائمة بتبدأ من 2012، وقلت لحضراتكم من قبل 2012 كنت بشوف الأرقام، لا المعدلات في زيادة. قارنوا بس أهم حاجة الرقمين مع بعض، عدد عقود الطلاق وعدد عقود الزواج. لو بصيتوا على بداية القائمة 2012 وصولا إلى آخر القائمة 2021، ودي آخر أرقام أعلن عنها الجهاز المركزي للتابعة العامة والإحصاء، هنلاقي ان معدلات الطلاق فيها زيادة مستمرة بصفة عامة، يعني إلا يمكن سنة أو سنتين الأرقام اختلفت. أما معدلات أو عدد عقود الزواج فهي أقل مثلا من السنوات الماضية، وقد تكون الأقل في القائمة. لـ 2020 كانت الأقل، 2020 كانت الأقل، إنما 2021 هي الأعلى بالنسبة لعدد عقود الطلاق. هل احنا في أزمة كبيرة؟ لا مش في أزمة كبيرة، بس ده يستدعي برضو ان احنا ننظر للأمر عشان نحاول ان احنا نساعد في حله. طب ليه مش في أزمة كبيرة وموضوع ما يلعبش؟ لانه لما جيت ببص على معدلات الطلاق في العالم، هيظهر قدام حضراتكم موقع دلوقتي بيتكلم مثلا على، لا ده بتاع مصر ده يا جماعة، ده الرسم البياني بتاع مصر، لا انا عايز الموقع اللي بعته بالنسبة لأعلى 10 حالات طلاق او معدلات طلاق في العالم. اكتر 10 دول ليست من بينهم مصر، ليست من بينهم مصر، ويمكن الموقع زمايلي بس بيحضروه ويظهر قدام حضراتكم على الشاشة خلال ثواني. طيب ايه الحل بقى من سواء بس معدلات الطلاق، النسب اللي ليها علاقة بالتعليم، الأعمار، اهي قدام حضراتكم قائمة العشرة الأوائل، روسيا أول واحدة، وبقية القائمة بقى موجودة سواء الأقل أو الأعلى. الأعلى احنا مش فيها، بس للأسف برضو الأقل احنا مش فيها. طبعا الموضوع بالنسبة والتناسب بالنسبة لعدد السكان. خلونا نبدأ حوارنا مع ضيوفي الكرام. دكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، برحب بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. ودكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. في معدلات زيادة دكتورة، مش مرعبة بس تستدعي إن احنا ننظر في التفاصيل، لأنه التفاصيل برضو في فرق ما بين الريف والحضر، في قضايا الخلع عددها مش قليل، الفئات العمرية، نسب الطلاق في الزيجات خلال أول سنة،
المستوى التعليمي برضو، لأنه واضح أنه الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا النسب فيهم أقل سواء بالنسبة للذكور أو الإناث عن اللي حصلوا على شهادات متوسطة فأقل. الأرقام دي حضرتك بتشوفيها بتقول إيه؟ شوف حضرتك، هي الأرقام مخيفة في الحقيقة، ومش هنتوقع انخفاض سريع فيها، لأن احنا لما بنفتش عن الأسباب الاجتماعية للأسف هي مستمرة معانا الفترة ما لم ينتبه المجتمع. أولا بتبدأ بدايات الطلاق في معايير الاختيار للزواج. في الحقيقة أصبح معايير الاختيار للزواج فيها درجة من درجات الخلل أو اللبس الشديد في المجتمع المصري، لأنه مفهوم الزواج نفسه أصبح في خلل عند بعض الفئات. نعم. الزواج ده معناها أنه واحد وواحدة بيوهبوا حياتهم لبعض عشان يعيشوا حياة سعيدة ليهم وما ينتج عن هذه الزيجة سواء من أطفال أو أسهار وأنساب. في الحقيقة تحول مفهوم الزواج عند بعض الناس وكأنه مؤسسة تجارية، التركيز على الجانب المادي، التركيز على الظروف المادية، التركيز على المكانة الاجتماعية، لكن مسألة التكافؤ العاطفي والاجتماعي والنفسي والرغبة في إسعاد الآخر والتكافؤ العائلي حتى أن العائلات شبه بعض، الاتفاق على أنه الاستمرارية هي الأساس مش عند أول مشكلة هنقول لبعض باي باي. كانت الأسر قبل كده بتحتضن الأسرة الوليدة وبترعاها وبتحاول أن هي تحل مشاكلها، دلوقتي تشوف تحدي ما بين الأسر الكبيرة تجاه بعضها، كل واحد في أقرب مشكلة كل واحد فينا دفع كام، طب كل واحد فينا هياخد كام. ساعات يستخدم الأبناء للصراع أو لأدوات في تأجيج الصراع ما بين الزوجين. نعم. ففي مشاكل كتيرة قوي تبدأ من مسألة الاختيار للزواج. ليه؟ لأنه الأسرة بتبني يعني مبنية على ثلاث عواميد أساسية. العمود الأول قيم الأسرة. إحنا قيمنا إيه للأسرة؟ مفهومنا إيه سواء الديني أو الاجتماعي أو النفسي؟ ويش. نمرة اتنين العلاقات داخل الأسرة، والعلاقات دي منبثقة من القيم. كل واحد فينا علاقته إيه بالآخر؟ كل واحد فينا صورته الذهنية إيه عن الآخر؟ ومدى ما يحقق منها؟ رقم ثلاثة الأدوار داخل الأسرة. أدوارنا تكاملية، مفيش واحد يطلع يقول لي دوري بكام؟ يعني النزاعات والناس أصحاب الرغبة في الشهرة والعمالين نطلع نقول لا ده العقد لازم يبقى فيه كذا، لا ده الزوجة ما تخدمش الزوج والأولاد، لا كل ده كلام فارغ. كويش. لأنه مبني على المودة والرحمة في إطار الثلاث محاور دول. طيب دكتور وليد وحضرتك من أعدوا هذه التفاصيل اللي احنا بصددها، قراءة حضرتك لما بين السطور إيه في هذه الأرقام، نسب أو معدلات الزواج، معدلات الطلاق، معدلات الطلاق في السنة الأولى، معدلات الخلع، المستوى التعليمي، الأعمار السنية؟ أولاً يعني أنا بتمنى الخطاب اللي حضرتك طرحته في البداية اللي هو إحنا عايزين نتجنب كلمة الأزمة دي، هي ما توصلش لدرجة الأزمة، هي مشكلة ولكن ما تقدرش تقول إن هي أزمة كبيرة، ولكن إحنا بنقول بندق من خلال جرس إنذار للأسرة عشان نحافظ على كيانها. ده أولاً. الأرقام طبعا في تزايد من سنة 2012 زي ما حضرتك طرحت، وهي من قبل كده الحقيقة. إحنا وصلنا لمعدل مرتفع جدا في الطلاق السنة دي مقارنة بالسنين اللي فاتت، لدرجة إن إحنا وصلنا تخطينا 254 ألف حالة. هنا بنعمل وقفة ونقول حضرتك خطاب الأرقام هنا لازم نقف عنده في الريف والحضر زي ما حضرتك قلت، نقف عنده في الأعمار السنية. إحنا اكتشفنا حاجة، اكتشفنا حاجتين. من سنة 2014 لقينا أن الطلاق بيحصل بشكل مبكر، وفي السنة دي تحديداً إحنا قمنا بدراسة كبيرة وكملناها 2014 15 16 17 لحد سنة 20. ليه؟ لأن اكتشفنا أن في الخمس سنوات الأولى من الزواج نسب الطلاق بلغت سنة 2017 وإحنا طالعين حوالي 47.5%، يعني بنتكلم أن نص اللي بيطلقوا في بداية أول خمس سنين من الزواج. هنا تقمن المشكلة، يعني هنا المشكلة ان الطلاق بيتم بشكل مبكر والنسب الكبيرة بتتم بشكل مبكر في الطلاق، وده اللي كشفه حتى بيانات الجهاز اللي صدرت يوم 23/8 بتقول ان الاعمار الصغيرة هي اللي فيها معدلات الطلاق عالية، من 25 ل 30 في الاناث ومن 30 ل 35 في الذكور. يعني طيب هنا الاسباب، هل السبب الرئيسي زي ما اشارت الدكتورة هالة سوء الاختيار، ام له علاقة بما أشار إليه البعض برضو في الأحاديث الجانبية كده أنه فكرة الاستقلالية، أنه أنا بشتغل وهو بيشتغل مش فارق معايا، لا خلاص نتطلق كل واحد يروح لحاله؟
اولا انا بتفق مع عائله الدكتوره هاله سوء الاختيار او فكره الاختيار، ولكن هي مرتبطه بحاجتين اتنين اساسيتين. احنا عندنا على فكره لسته اسباب، بس انا هجاوب على سؤال حضرتك في الاول قبل ما اقول اللسته دي. وفي الاغلب قائمه الاسباب اللي هسمعها من حضرتك تتوافق مع الدراسه اللي كنا بنتكلم فيها على اعلى معدلات 10 دول، لانهم ذكروا ست اسباب رئيسيه لزياده معدلات، والجهاز عندنا بيذكر 8. صح، ده حقيقه. شوف حضرتك، اولا سوء الاختيار ده شيء اساسي، ولكن المشكله في السن الصغير بالذات في اختلاف التوقعات، ان الواحد داخل راسم امل كبير للحياه الزوجيه، وبعد كده اول ما يخش يجد ان واقع الحياه الزوجيه يختلف عن التوقع اللي هو كان بيتوقعه. دي مشكله. حضرتك بقى طرحت فكره النديه، ودي من ضمن ابرز الاسباب اللي بتؤدي الى الطلاق في السن الصغير، فكره ان انا زيك احنا، وده بقى بيرتبط بفكره ان الجيل ده او السن الصغير ده والاعمار دي عندها خلط في فكره الحقوق والواجبات اللي مرتبطه بالاسره وبكيان الاسره. نضيف على ده فكره تراجع سلطه الاهل، ودي نقطه يعني اساسيه احنا رصدناها في البحث بنسبه كبيره. احنا عملنا دراسه على الطلاق المبكر اللي هي صدرت 2020، دي بتقول ان اصبح هناك تراجع لسلطه الاهل على الاثنين المتجوزين. يعني روح بيتك هات مراتك، ما بقوش يسمعوا لسلطه الاهل. فتراجع سلطة الأهل انعكس بالسلب. نضيف على ده تراجع رأس، يعني مش عايز أتكلم بأسلوب صعب، ولكن فكرة الأسرة نفسها الكبيرة ما بقتش عندها السلطة الكبيرة على الولاد المتجوزين، ما بقتش المرجعية، هم ياخدوا الطلاق ده أحيانا من وراء الأسرة. واحد أحيانا نحن نشوف أرقام يقول لك أنا أروح البيت قال لك أنا طلقتها من غير ما يجد أي من غير ما يرجع لأي حد. فإذا هنا افتقاد أو عدم تدخل الأهل، أو تدخل الأهل تراجع سلطة الأهل دي حاجة، وتدخل الأهل كالحاجة تانية. على فكرة هقول لحضرتك حاجة، احنا عملنا الدراسة على تتبعية على أكتر من سنة، مرة ظهرت الأسباب الاقتصادية رقم واحد، المرة الأخيرة دي تخيل الأسباب الاقتصادية تراجعت رقم اتنين. كانت الأهل الأهل تدخلهم السلبي وتراجعهم الاثنين مع بعض. على فكره كلمه الاهل دي مظله كبيره، ما احنا خلينا نفرق ما بين سلطه الاهل وتدخل الاهل وتراجع سلطه الاثنين، بس هما الاثنين تحت بند الاهل. الاهل الاثنين سلطتهم من ناحيه بدات تتراجع، واحيانا اخرى تدخلهم بدا يزيد. طيب دكتوره، دلوقتي اللي احنا بصدده ده بيتكلم على خلل احنا لامسينه بصفه عامه وواضح بالنسبه لنا في اللي احنا بنتكلم فيه، وهو انه الاب والام في عملية التربية للنشأ دلوقتي واضح ان الموضوع ده فيه خلل، نراه في بعض الاخلاق، نراه في بعض التصرفات، نراه في عدم الاعداد الصحيح للابناء لفكرة مسؤولية الزواج. للاسف الاب والام بقوا يربوا الابناء للمهنة والصحة، ذاكر يا حبيبي عشان تجيب درجات، واهم حاجة كليتك ايه، واهم لا مالكش دعوة باي مشاكل، لا مالكش دعوة باي مسؤوليات، فإحنا بنعد أولادنا لسوق العمل ولصحتهم وبس. مفترض إن إحنا داخل الأسرة، الأسرة عبارة عن مركز تدريب وتأهيل للأبناء، لازم نعد أولادنا لزوج أو زوجة مستقبلي، لازم نعد أولادنا الأب وأم مستقبليين، من خلال أولا تحمل مسؤوليات، ثانيا منهجية الحياة بتاعتنا قدامهم، لأن الزوج والزوجة نفسهم بقى بينهم حالة من الانفصال أو من الصراع المادي الرهيب على كل حاجة في الحياة، ما بقتش الأسرة بتقدر إن هي تقعد مع بعضها تتكلم مع بعضها، حتى تلاقي الأب والأم مش قادرين يختلفوا قدام الأبناء، يا إما يختلفوا بعنف شديد قدام الأبناء، يا إما يطلع الأبناء ما عندهمش إدراك ولا مسؤولية الاختلاف، يا إما خايفين ومرعوبين من أي خلاف. فهنا إعداد الأسرة كان زمان بيتم اجتماعيا من خلال المؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية والدراما، كانت احنا دلوقتي بنشوف دراما كلها عبارة عن عنف وقتل وتفاهات ما فيهاش نوع من انواع النموذج اللي ممكن الاسرة، ما بقتش في حوارات الاسرة زي زمان، يعني حتى لما الناس بتتزور مع بعضها كل واحد ماسك الموبايل، او ارتفاع الانا والانانية الزيادة قوي حتى في العلاقات الاسرية، محدش عايز يضحي علشان التاني. طيب استقلالية المرأة زي ما الدكتور قال برضو، اللي هي أصبحت عندها دخل كافي في أي لحظة بتقول أنا مش عايزة البيت. حاجة تانية، تقبل المجتمع لفكرة الطلاق، كنا زمان نقول المجتمع حرام، يعني تقبل المطلق أو المطلقة. المجتمع أصبح عنده سيولة
لدرجة ان نبص اللي بيعملوا حفلات طلاق وتلاقيها مقابلك فرحانة قوي تقولك مش انا الطلاق. الجزئية برضو اللي انا عايز اكد عليها، الطلاق في سنة اولى جواز ده طول عمره هو اعلى المعدلات. طول ليه؟ عمر مختلف. ليه؟ لانه بيتقال طب نلحق طالما مش قادرين نتفق نلحق نتطلق قبل ما نجيب اطفال. والله لو ما جابوش اطفال وقرروا ينفصلوا ده يبقى ابرك يعني من اللي هو ايه قبل ما نجيبه بيبقى لسه ما حصلش التكيف الاجتماعي الكافي ما بين الاثنين. طيب دكتور وليد، حضرتك قلت ان الاسباب الاقتصاديه تراجعت في مرحله ما وتقدمت عليها سواء تراجع سلطه الاهل او تدخل الاهل الزياده. تمام. المواقع التواصل الاجتماعي في المعادله فين بقى؟ لا هقول لحضرتك الحاجه ليها دور كبير جدا خلفيه مائيه لكل المصالح لكل المشاكل. يعني اولا احنا شفنا اسباب الطلاق لقينا في شكل من اشكال الطلاق بدا يظهر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. الطلاق العاطفي، وده كان بدايه الطلاق العاطفي، يعني الاثنين قاعدين في نفس البيت بس كل واحد قاعد في وادي تاني مع الموبايل بتاعه ومع الجهاز بتاعه ملوش دعوه بالتاني. نضيف على ده ان في طلاق حصل بسبب الخيانه الزوجيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتهامات المتبادله بين الطرفين. مواقع التواصل الاجتماعي سببت في النوعين دول، سببت في طلاق عاطفي وانفصال عاطفي قبل ما يحصل الانفصال الواقعي. طيب هل عند حضراتكم جزء من الدراسه ليه علاقه بالمجموعات الجروبات اللي موجوده اللي فيها يعني مجموعات من النساء وبيقعدوا يشجعوا لا سيبيه لا طلقيه ازاي اعمل فيه كده فهقول لحضرتك خانوا بعض فيخربوا بيه بعض ما شاء الله. الحقيقه احنا قعدنا ويألفوا قصص على فكره في قصص وهميه وفي حاجات وهميه بتحصل. مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات النسويه بتلعب دور كبير جدا في تشجيع النساء على الطلاق. وشوف حضرتك كم المجموعات اللي بدات تحصل يقول لك للسيدات فقط الحياه ما بعد الطلاق. دكتور جمال الحياه بعد مرة الطلاق. مره دعيت لبرنامج واحده جايه كوتش طلاق. كوتش طلاق بتدرب بتقول لك انا بدرب الستات اللي عايزه تتطلق ومش عارفه تاخد القرار ازاي تاخد قرار الطلاق. نجد تخيل حضرتك الصفحات عمايلكم يا فندم يصح الكلام. لا عيب عيب. الصفحات دي بدات تلعب دور في الترويج لثقافة الطلاق نفسها والترويج ان الطلاق ليس وصمة اجتماعية. بالعكس ده الطلاق ده بيدي الحرية، وتجد ان بعض الناس بتدي تجارب ايجابية. يعني تقول انا يعني تحكي عن تجربة الطلاق على انها شيء ايجابي، فده الحقيقة انعكس بالسلب على بعض الناس، اصبح نوع من انواع التقليد ونوع من انواع التشجيع على الطلاق. دي حاجة. الحاجة التانية هو بس دكتور نقول عليه ان هو اخفاق وليس جريمة. ليه؟ لان هو حلال ربنا حلاله بس خلاه ابغض الحلال. فإذا استحالت الحياة فعلا وحاولنا إصلاح ما فيش منع من الطلاق، لكن ما فيش حاجة اسمها نجري على الطلاق بسرعة ونعتبر أن الطلاق ده شيء عادي. المشكلة الرئيسية لأنه الطلاق عبارة عن إخفاق، عبارة عن نوع من أنواع الفشل. المشكلة الرئيسية على ما يبدو أنه اختيار الطلاق بقى من الأولويات قبل البحث عن نحل مشاكلنا إزاي. هي المشكلة أنه أصبح هو الطريق أو السبيل الأول. كان الأول الأسرة بتبقى خط الدفاع الأول، وكان الأصدقاء على فكرة كانوا بيبقوا خط الدفاع التاني، وكان يبقوا الجيران على فكرة كانت بتلعب دور في خط الدفاع، وكانت بتبقى في القرية شيخ القرية والعمدة والمأذون نفسه على فكرة كان بيبقى خط للدفاع. وأنا هقول لحضرتك الحاجة، الحقيقة إن في جهد مشكور تم في الفترة اللي فاتت بتدريب جميع مأذين مصر في وزارة العدل على التفاوض من أجل الطلاق. وانا كنت من احد الافراد اللي بيشارك من اجل عدم الطلاق من اجل الحد من مشكله الطلاق. الحقيقه انا كنت من ضمن الفريق اللي بيشتغل ده في المجموعه دي. اكتشفنا حاجه غريبه جدا. عارف حضرتك الرقم ده مرتفع ليه؟ لاسباب لا تبدو واقعيه وما نقدرش نقول كام في الميه. يعني على سبيل المثال، وده على فكره احنا انا برضو بلغنا فيه في التشريعات الجديده اللي بتطلع، يعني احنا وصلنا الرساله دي في التشريعات اللي بتتعمل حاليا، لان دلوقتي حاليا في قانون بيتصاغ للاحوال. انت بعدت دلوقتي عملت لي سسبنس ومشي. انا اقول لحضرتك اديني المعلومه. المعلومه انا اقول لحضرتك حاجه عشان ده احنا بلغنا بيها ليه. ان في مثلا قرى كامله، قرى مأذون بيجي يقول لك انا بطلق في القريه نسبه طلاق عاليه. طب ليه؟ يقول لي عشان بيسافروا بره، احنا بنطلق عشان خاطر الولد يطلع من الجيش. تصور اديت رقم كبير. طلاق وهمي. ونعمل كمان تاني واللي بيتطلق ويتجوز عرفي عشان المعاش. وتاني حاجه المعاش رفع في ظل المشكلات الاقتصاديه والظروف الاقتصاديه. واحده باباها مات بتضطر او بتتجه للطلاق كنوع من انواع الحاله عشان تاخد المعاش. ده بقى هقول لحضرتك سوري. ده بقى اللي خلى النسب بالشكل ده. ودول ارقام مظلمه ما نقدرش نقول كام في دول. عشان كده احنا خدنا الكلام ده وقلنا يا جماعه في التوصيات اللي موجوده لما تيجي تصيغ القانون الجديد حط في اعتبارك ان في ناس بتروح تطلق عشان تاخد معاش، في ناس بتروح تطلق عشان تطلع ابنها من الجيش، في ناس بتروح تطلق عشان اسباب هي مش اسباب حقيقيه
وانا هقف عند الكلمه حضرتك قلتها، هي اسباب وهميه. الاسباب الوهميه دي رفعت معانا النسب ووصلتها للشكل ده. طيب حتى لا نسهب في تحليل الارقام وننسى ان حضراتكم اساتذه علم اجتماع عشان تقولوا لنا الحلول يا دكتوره، في ظل هذه الارقام والنسب اللي احنا شايفينها بتزيد والاسباب سواء الرئيسيه اللي شايفينها او بعض الاسباب الوهميه، ايه الحل؟ لازم ننتبه للاسره المصريه. الأسرة المصرية هي يعني أساس المجتمع، كلنا كدولة. الدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات تعمل معا بشكل متناغم لصالح الوطن والمواطن. دكتور يعني في أسرة أهم مش مؤسسة لا لازم كويس. يكون عندنا أولا دراسة الأسباب. ده الأخطر بقى يا فندم، مش النهاردة معدلات الطلاق النهاردة، الأخطر معدلات بعد شوية، بعد 10-20 سنة من يسعوا لبناء أسرة من أسر مفككة. شوف حالتهم هتبقى شكلها إيه. لأن المطلقين والمطلقات للأسف خلفوا وراهم أولاد من أسر مفككة، وهيتربوا تربية في إطار أسرة مفككة، هيكون عندهم يا إما نوع من العقد يا إما نوع من عدم الحل. الرغبة الحل. فإحنا داخلين مين يتحرك الحل يعني إيه؟ إن إحنا لازم كلنا كمنظومة دولة لازم نبحث عن الأسباب اللي أدت لانهيار الأسرة بالطريقة دي. وإحنا كعلماء اجتماع وعلماء النفس وعلماء العلاج كلنا معنيين بده. الحاجة التانية إن إحنا لازم كلنا نراجع بقى مرة تانية الدراما والقوى الناعمة اللي موجهة للمجتمع كتربية للمجتمع، لأن في الحقيقة في قطاعات من المجتمع تربيتهم الأساسية الاجتماعية من خلال الدراما والأعمال المباشرة في ده، سواء البرامج الموجهة ربما تأثيرها للمثقفين، بس لكن المسلسلات والأفلام. الحاجة التانية المؤسسات الدينية، كل الحاجات اللي جاية من بره وتيك توك بقى، لا لازم ناخد بالنا. هو ده كمان المؤسسات الدينية. يمكن دلوقتي فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر بدأوا يعملوا برامج للتدريب على الزواج وعلى الاختيار للزواج وعلى حاجات كتير، برامج تأهيل وتدريب بدرجة كبيرة جدا. كمؤسسات دينية الكنيسة بتشتغل على ده برضو بدرجة كبيرة. كل مؤسسات التربية، الثقافة، الإعلام، كل ده مجهود مقدر جدا. بس أدعي لازم ندرس كمان مادة، أدعي إنه ما بيوصلش كل الناس، مش موجه كل الناس. يعني الأزهر الشريف والكنيسة عاملين كده، كم واحد هيروح؟ انما انا عايز اوصل زي ما فضلت الدكتور اتكلم، يبقى هنا بقى الاعلام بتاعي. طب ازاي حضرتك قلت الاعلام وجاي والتيك توك؟ يبقى انا هنا لازم اطلع له وجبه دسمه هو يحب يروح لها. طيب لازم انافس الاعلام ده بإعلام التيك توك بتاعي والسوشيال ميديا وكده. بص هقول لحضرتك حاجه، احنا لو احنا عايزين نحل لازم كل المؤسسات هتحل مع بعضها، هتشتغل مع بعض وما نوجهش خطابنا. وانا بحييك على الكلمه دي، لا يوجه خطابنا الى فئه معينه. لازم الخطاب يبقى عام موجه للمجتمع كلها، لكل الفئات. الجامعة بتشتغل مع الطلاب قبل الزواج، المؤسسات الدينية، الأسرة، كل الكلام ده. بس أقول لحضرتك حاجة، الشباب بيسمع لمين أكتر؟ الشباب بيسمع لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. لازم يكون في فيديوهات مقنعة بلغتهم، لازم يكون في يعني صور، موسيقى، أغاني موجهة للحاجات دي، للشباب ده وللفئة الصغيرة. لأن احنا بنقول إن الطلاق 25 سنة ل 35 سنه متوسط السن ده، احنا نشوف الناس دي نخاطبها ازاي. هنوصل لعقولهم من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والياتها المختلفه. نقدر احنا هنا نوصل لهم. احنا الشيخ اللي بيقول على المنبر بيقول لي كام واحد موجود، بيقول لي عدد محدود. المحاضره او الدوره التدريبيه اللي انا نفسي بروح اديها بديها ل 30 واحد 40 واحد 50 واحد. احنا عايزين نصل لقطاع كبير من الشباب. وده الحقيقه اللي احنا عاملين خطه عمل وخطه موجهه ازاي نقدر نستغل مواقع التواصل الاجتماعي ان احنا نعمل نفاذ ننفذ لعقول الشباب. ونخاطب حاجتين، احنا بنخاطب عقلهم وبنخاطب وجدانهم باللغه بتاعتهم اللي هم يفهموها، اللي هي لغه السوشيال ميديا. ده مهم. الخطه دي تفاصيلها هتبان امتى بقى؟ تفاصيلها موجوده على فكره وبتطرح. والتطبيق امتى؟ والتطبيق يعني اتوقع احنا بنقدم الاقتراح للهيئات والوزراء، هم اللي يتولوا ايه مهمه التطبيق. احنا كباحثين مهمتها بتنتهي عند الاقتراح. انا بدعو حضراتكم كاساتذه علم اجتماع، محتاجين قعده كبيره مع بعض عشان نخرج بمجموعه من التوصيات لبرنامج عمل لكل المؤسسات. صحيح. سواء اعلام او اعلام افتراضي، لأنه تكاتف المؤسسات الدينية، مدارس، جامعات، عشان يعني نضع الأمور في نصابها الصحيح. بشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا دكتور وليد، دكتورة هالة، شكرا جزيلا لحضراتكم. يا رب إن شاء الله مش هنبص على 2022 خلاص بتخلص، مش هنلحق نحل فيها حاجة. يا رب يكرمنا كده ونقدر نحل ال 2023 ونلاقي النسب تنخفض. بعد الفاصل عيد الأربعاء مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، فأرجوكم ابقوا معنا.
حضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. يمكن مشكورا فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، لما اقترحت عليه الفكرة رحب بيها جدا، لأنها مهما اتكلمنا في موضوعات كثيرة ممكن يتبعها البعض والبعض الآخر لا يحالفه الحظ، إنما دائما وأبدا أي إنسان فينا بيبحث عن معلومة بيعمل إيه؟ جوجل، خش يكتب على طول. وفي حالات كثيرة بعض المواطنين بيلجأوا لده في الأمور اللي بتخص الدين، فيدخل يكتب على جوجل مثلا ما حكم الإسلام في أيا كان، وبيعمل إيه؟ أول موقعين ثلاثة بيطلعوا له، بص عليهم بيلاقي إن في توافق في الكلام اللي مكتوب، خد الموضوع مسلم بيه، خلاص يبقى هي دي وجهة النظر. وهنا تكمن المشكلة، لأنه مهم نعرف إيه الموقع ده ومين اللي وراه وجاي منين، والأحكام دي حقيقية ولا مش حقيقية، صحيحة ولا غير صحيحة. وخلي بال حضراتكم في الأعم الأغلب بتبقى المواقع كمان هتلاقي في آية قرآنية على حديث شريف، ما تعرفش حتى ده معتمد ولا غير معتمد، صحيح أو غير صحيح، وتروح أنت بقى مع الكلام اللي بيتقال ده. وفي أحيان كثيرة بيكون كلام ما ببالغش لو قلت بيودي في داهية. ولذلك قلنا نخوض هذه التجربة مع حضراتكم النهاردة، ومشكورا ضيفي العزيز في عيد الأربعاء فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية وأحد علماء الأزهر الشريف، بشكره شكرا جزيلا نرحب وجدا بهذه الفكرة. برحب بفضلتك معانا وشرفنا ونورنا حبيبي. أهلا وسهلا بيك وحمد لله على السلامة، وأنت وحشتنا. الله يسلمك. وبالفعل عيد كله سعادة لما بكون مع سيادتك ومع السادة المشاهدين. لا العفو، ده عيد بوجود فضيلتك معانا. ربنا يخليك. نقول مقدمة ولا نبدأ على طول؟ نبدأ على طول. طيب توكلنا على الله. محرك البحث جوجل قدام حضراتكم، وهنبدأ في الأول إن إحنا هنكتب حكم القوانين، فهنشوف اللي هيطلع لنا بعد كده، فهتلاقوا اللي هيطلع بعد كده حكم القوانين الوضعية. اكتبوا يا جماعة كده حكم القوانين، طلعت الوضعية، أنا مش شايف من عندي. انا مش شايف من عندي، فيعني ايه بلغوني انتوا بتعملوا ايه، لان كويس. طيب فضلتك، انا عملت التجربه قبل ما نبدا عشان نشوف ايه اللي هيطلع لي وايه اللي هيطلع لاي حد بيبحث. ايوه، حكم القوانين الوضعيه. أيوة. هيطلع لي موقعين ثلاثه. ايوه، اساميهم تبدو انها مواقع اسلاميه. أيوة. لانه اسلام كذا واسلام كذا واسلام كذا بمشتقات بقى المسميات بعد كده. ثم حينما نلقي نظره نرى تكفير للاحكام الوضعيه. طبعا بداية في ويكيبيديا بيشرح يعني ايه الاحكام الوضعية، ولو فضلتك تسمح لنا لان برضو ما يعرفش ايه الاحكام الوضعية نتكلم ايه هي الاحكام الوضعية. طيب اولا وقبل كل شيء، التجربة والفكرة في غاية الاهمية، والنماذج اللي هناخدها مع بعض انا واثق ومطمئن ومتأكد انها هتبرز للسادة المشاهدين مدى فداحة الاشكالية اللي احنا بنلفت النظر اليها. نعم. انه يا جماعة صار محرك البحث جوجل صار سلفي الهوى، إخواني المزاج، يعني اللي يسيب نفسه أنه ياخد ويتعلم أحكام الشريعة من جوجل سيجد أن جوجل يلقيه مباشرة في الفكر السلفي والإخواني. والمواقع السلفية والإخوانية من زمن طويل تعمل على أسلوب معين للترويج للصفحات والمواقع، يجعل الصفحات والمواقع بتاعتهم صديقة لمحرك البحث، بحيث انها تتبادر بالظهور في النتيجة رقم واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة. بيبقى فضلتك في الاغلب بمقابل مالي، انه بمجرد البحث دي اول مواقع تطلع لها اساليب معروفة جدا وبمقابل مالي وطريقة معينة في الترويج، يعني امر اجرائي بحت ليس الا. لكن يعتمد على شدة النشاط من صاحب الصفحة في نشر الصفحة بتاعته. نعم. لما سيادتك ناخد اي مساله زي ما هيتبين دلوقتي ونكتب اول ونكتب بس عنوان البحث كده وندي امر للبحث لجوجل، هيطلع اول 10 نتائج وتاني صفحه فيها 10 نتائج وتالت صفحه فيها 10 نتائج، كل المقدمات والصفحات الاولى دي غالبا بتكون سلفيه. نعم. وغالبا بيكون الحكم الموجود فيها احكام صارخه وصادمه وتمثل ازمه كبيره جدا. طيب فين المواقع اللي ممثلة للفكر الأصيل والمنضبط وفكر الأزهر وفكر علماء الأمة عبر ألف سنة؟ تلاقيه يظهر في النتيجة رقم 30 ولا 40 اللي ما حدش بيوصل لها، يعني الثالث أو الرابع أو خامس صفحة، أي حد بيفتح بيشوف أول صفحة ما حدش بيوصل لها ولا يلتفت لما بعد الصفحة الأولى غالبا. طيب فضلتك نخوض التجربة لو تسمح لي. يلا بيك. إحنا هم كتبنا دلوقتي ما حكم أو اللي هي حكم القوانين الوضعية. عظيم. ظهرت معنا،
ممكن مجرد ما كتبنا حكم القوانين طلعت الوضعيه على طول. فخلونا يا جماعه يعني انزلوا بس بعيدوا عن المواقع الاخباريه، شوفوا اول موقع يبدو انه يعني بيتحدث باسم الدين، دوسوا عليه كده ونشوف ايه اللي موجود فيه. طيب ندخل على الموقع ده اللي متعلم بالاحمر. انا عايز اقرا اول سطرين ثلاثه. نعم يعني سيادتك افتح الجهاز معاكم انا كمان اهو. بيقول سيادتك يعني اول ما اتكتبت بس كلمه القوانين الوضعيه، القوانين الوضعيه معناها ايه؟ معناها كل منظومه التشريع والقوانين اللي احنا عايشين بيها وشغالين بيها. نعم يعني كل منظومة القانون المصري التي تبدأ به البرلمان وتمر بمحكمة النقد. نعم. وتمر بالمحكمة الدستورية العليا، الهيئة القضائية، وصولا إلى الهيئة القضائية بكل أطيافها. نعم. القوانين دي المعمولة اللي بتنظم حياتنا اليوم والتي تتوج وتنبع من الدستور، كيف تنظر إليها العقلية السلفية؟ أول موقع ظهر عند سيادتك هو اللي هو أظن إسلام ويب. فتحنا الموقع تقريبا بيظهر في كل البحث عن الأسئلة والأجوبة. نعم. فتحنا الموقع لقينا أول سطرين بيقول فيهم حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك. السؤال بيقول هل تشريع الأحكام الوضعية وضع دستور للحكم به بدلا من شرع الله أمر مختلف فيه بين أهل العلم؟ فيبدأ الأستاذ الشيخ ابن عثيمين يقول أولا تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال كفر أكبر مخرج من الملة، من ملة الإسلام، لا شك في ذلك ولا ريب ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ومضادة له في شرعه، وقد قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. هذه أول ثلاث سطور. طيب. واللي غالبا برضو القارئ والمتصفح هياخد أول ثلاث سطور وينصرف. نعم لو فضلتك تسمح لي وأعذر جهلي. نعم. يعني ما تفضلت به من هذا النص بيقول أنه حسب ما فهمت الأحكام الوضعية إذا كانت بتخالف شرع الله فهي كفر، أنا فهمت صح ولا ما استوعبتش صح؟ طيب هو سيادتك بيبدأ يقول القوانين الوضعية إذا كانت مخالفة للشريعة وبعد ما تمشي معاه في آخر الفتوى بتاعته بيقول لك على فكرة أي حد يعمل أي تشريع يبقى ده كده عدول عن شرع ربنا، لأنه مش هيفكر أصلا يعمل قانون إلا إذا كان معناها إنه بيزهد في الشرع الإلهي. فأول حاجة يقول لك القانون إذا كان مخالف للشريعة، وفي الآخر يقول لك أي حد يضع أي قانون يبقى هو كده مخالف للشريعة. ممكن نقرأ النص الأخير احنا موجودين على الشاشة. الله ينور عليه. شوف يا فندم بيقول ايه، بيقول فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم حتما إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين. يعني عايز أقول لك بص أي تجرؤ على أن تشرع تقنينا وتكتب تقنينا يبقى ده بحكم الجبلة والفطرة والعقل، معناها انك انت كده بقيت زاهد في الحكم الالهي وفي الشرع الشريف وفي القرآن الكريم والسنة وفي احكام الفقهاء. التركيبة العقلية دي اللي هي على فكرة اول نتيجة. نعم. يعني ده اول موقع ظهر على الاطلاق. الذي يجعل الانسان المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي علاقة الشريعة بالقوانين والوهم الذي يتم ضخه في عقول الناس على مدى 70-80 سنة انه القوانين المعبول بها في المحاكم كفر ومخالفة لشرع الله، الفكرة الكبرى دي هي صلب انتقال التيارات المتطرفة إلى تكفير المجتمع. والتيارات المتطرفة القاعدة وداعش والإخوان وغيره بيوزعوا كتيبات صغيرة كتير في أماكن مختلفة يقول لك فيها إنه البرلمانات كافرة والمحاكم كافرة والاشتغال بالمحاماة كفر
وكل صور المحكمة بمختلف درجات التقاضي فيها كفر. إذن يبدأ الإنسان ينظر إلى أن المجتمع المصري والدول غارقة في الكفر بموجب قضية رئيسية، وهي أنه أي فكرة اسمها قانون، أمال أنت متصور الناس تحكم بإيه؟ بإيه؟ إيه تصورك أنه بما يقضى به بين الناس في المظالم والخلافات؟ تصوره أن احنا نجيب كتاب الفقه بس وتقعد سيادتك في الجامع وتقرأ من كتاب الفقه وتقضي بين الناس. لما نقول له أنه ده لما كان معمول بيه كان القاضي الذي يقضي بين الناس مجتهد كأبي حنيفة، يعني يستطيع أن يتصدى لأي باب في أي وقت في أي دائرة قضائية، مثل هذا المجتهد القاضي المجتهد لم يعد موجود. فأجبرتنا الضرورة أن نقيد القاضي بدائرة مكانية لازم يتقيد بها، وأن نقيد القاضي موضوعا، يعني أقول له أنت هتحكم في مدني ولا تجاري ولا جنائي ولا أحوال شخصية ولا إيه بالضبط. يبقى قيدت القاضي مكانا وقيدت القاضي زمانا وألزمته بنص قانوني مستوحى ومأخوذ من أحكام الفقه ومن أحكام الشريعة. يبقى القانون المعمول به والمقيد زمانا ومكانا بحكم إنه القاضي الفقيه المجتهد لم يعد موجودا، يبقى ده عين العمل والتطبيق والاحترام للفقه وللشريعة بعد أن تحولت إلى مادة قانونية. التصور اللي عندنا ده محدش يستوعبه ولا حد بيقوله ولا تلاقيه موجود على اي صفحه من صفحات السوشيال ميديا ولا من اي موقع من مواقع محركات البحث المختلفه. ولذلك حضرتك تعالى كده نكمل، يمشي كده بقى لو مشي صفحه كمان بعد الكلام ده صفحات كده خلاص. لو نزلنا على اول كام 3 4 مواقع في الاغلب يعني طلعت عليهم هم عندهم نفس المنهج تقريبا. شوف سيادتك بيقول ايه في الصفحه اللي بعدها اهو. ادي موقع من المواقع بيقول لك تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر بواح. ده تاني موقع في محرك البحث اللي على طول. موقع تاني يقول سلسلة الإيمان والكفر حكم تحكيم القوانين الوضعية، مدخلها على طول في إيمان وكفر على طول. الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ هو المبدأ عنده أنه ده كفر، وبعدين يبدأ يشوف هو بيستحل ولا لا يستحل. فين بقى دار الإفتاء المصرية وفين مؤسساتنا المعتمدة؟ تلاقيها سيادتك في الصفحة رقم 3 من محركة البحث، يعني بعد حوالي 30 نتيجة. محدش هيكون عنده صبر ولا طول نفس انه يعدي على 30 نتيجة لحد ما يروح لدار الإفتاء. صحيح. وإذا بدأ يقرأ في جواب دار الإفتاء ووجد أنها تشرح الأمر بطريقة في منتهى المنهجية والعلم والمعرفة بما ينتهي إلى أنه المنظومة القانونية دي صحيحة وليست مخالفة للشريعة ولا مضادة لها ولا مناهضة للشرع بل في منتهى التوقير للشرع، إذا الأب يتكلم بهذا النفس يصد عنه. نعم. ويظن في عقله أنه دول علماء سلطان. طيب. نتيجة التشويه المتراكم برضو من ناحية أخرى على فكرة فقهاء السلطان. لو فضلتك تسمح بس نقرأ برضو النص اللي موجود على صفحة دار الإفتاء المصرية. دار الإفتاء هو فتاوى دار الإفتاء، التحاكم إلى القوانين الوضعية الدولية، هل يجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية كالقانون الدولي؟ فبدأ يشرح يعني إيه كلمة التحاكم وأتى بتأصيل مطول، وفي النهاية قال ومما تقدم يتبين جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية سواء كانت دولية أو محلية شريطة ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابتها زي ما الدستور بيقول. يعني بيقول أي قانون المحكمة الدستورية ترى فيه مخالفة لشيء من المجمع عليه ومن قطعة الشرع المحكمة الدستورية بتحكم ببطلانه. يبقى إذن القوانين المعمول بها في المحاكم التي أقرت مطابقة للدستور ومطابقة للشريعة ويجوز التحاكم إليها ويجب أن تحترم وأن توقر وأنها محققة لمقصود الشريعة وليست عدول عن الشرع. الفكر ده وهذه الطريقة غائبة نتيجة لدار الإفتاء في الصفحة رقم 3 ما حدش يتوقف عندها. ومن وراء هذا أيضا مجهود أكبر، المجهود الأكبر ده بيظهر فين ودي تستحق إن احنا نعملها حلقات مستقلة. سيدي الكريم، بدأت المنظومة دي كلها تتكلم عن إنه الدولة العثمانية عملت حاجة اسمها مجلة الأحكام العدلية، حولت فيه المذهب الحنفي إلى مادة قانونية. إحنا كمصريين قلنا لا، لسنا تبع لتركيا في شيء، سنضع تشريع وتقنين آخر أيضا مستوحى من المذهب الحنفي. فجاء محمد قادري باشا وزير الحقانية وعمل 3 كتب حول فيهم المذهب الحنفي برضه إلى مواد قانونية، وراجعه شيخ الأزهر حسون النواوي، وراجعه شيخ الأزهر محمد المهدي العباسي. امشينا شوية
وبدأ يجي قبلها كمان رفاعة الطهطاوي ترجم قوانين نابليون إلى العربية وادها للشيخ مخلوف المنياوي فطابقها بالمذهب المالكي وعمل كتاب المقارنات التشريعية اللي يبين أنه 75% من القانون الفرنسي المترجم مطابق لمعتمد المذهب المالكي ومتن مختصر خليل في المذهب المالكي. وجه عالم تاني حنفي بين مطابقة القانون للمذهب الحنفي بنسبة 80%. ثم جاءت السنهوري باشا ومرحلة تمصير القوانين، ثم جاء القانون المدني اللي تلاقي في مطبطة القانون في كل مادة انه يقول لك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ثم جاء الشيخ عبد الحليم محمود في تقنين الشريعة اللي طبعت في 5 مجلدات. المجهود ده كله اللي هو مجهود مصري ومجهود فقهي ومجهود علمي ومجهود أزهري يراد له أن يهدر عليه التراب وأن يهال عليه التراب وأن ينسى تماما. المجهود اللي بيحترم الواقع ويحترم العصر ويعظم الشريعة ويحولها إلى قانون يراد له أن ينسى تماما وتطلع النتيجة الأولى اللي تقول إنه ده كفر بواقع. ليس فقط النتيجة الأولى، وحضرتك أعلم مني كمان بأنه هناك دائما ترويج فيما بينهم بأنه لا تأخذوا معلومات من دار الإفتاء، لا تأخذوا معلومات من أزهر الشريف، دي كلها حاجات مضللة، كلها حاجات غير حقيقية. صح صح. وحينما يتم الحديث عن أنه لا ده دار الإفتاء بتقول كذا، فتلاقي اللي بيهجم ويقول لا يا عم أنت بتصدق دول فقهاء سلطان. نعم. يعني يوم ما حد يوصل للنتيجة رقم 30 ولا 40 تيجي عقبة رقم 2 أنه دول فقهاء سلطان ما لهمش مستقيم وما تاخدش منهم حاجة أصلا. نعم. النموذج اللي احنا بنقدمه ده نموذج معبر عن مدى فداحة الإشكالية اللي تبين أن هناك سيل جارف من الفكر التكفيري اللي بيطلع لك في أول نتيجة وتاني نتيجة وسادتك بتستقي المعرفة منه. تحب ناخد نموذج تاني؟ بعد إذن فضلك. هات نموذج تاني. يعني بما أنه سؤال بيتكرر لدى البعض نعم موضوع ختان الإناث معاملات المالية ولا صحيح، ممكن أستأذن زمايلي نفتح جوجل مرة تانية ونكتب ما حكم ختان الإناث. تفضلوا. أيوة. ما حكم ختان الإناث؟ دلوقتي صورة جوجل طالعة على الشاشة للمشاهدين. نعم. بيتابعوا معنا بلحظة. مظبوط. هننزل ابعدوا طبعا عن المواقع الإخبارية، شوفوا أول موقع هيطلع لحضراتكم إيه. بلغوني بيه بس بعد إذنكم لأن الشاشة بعيدة عني. اسمه إيه الموقع؟ أيوة. بن باز، كويس. افتحوا موقع بن باز. افتح كده موقع بن باز واقرأ لي. هقرأ لفضيلتك. السؤال يقول في رسالته ما حكم ختان البنات فإنه لابد من فعل ذلك عندنا وقد قال لي بعض الناس أنه لا يجوز. هنزل بقى على الجواب. طيب. بيقول أما بعد فالختان للبنات سنة مؤكدة. تمام. وهكذا للرجال كله سنة مؤكدة كذا 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 ومضمون الكلام وهكذا وهو قول قوي فينبغي ختن الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك وهكذا يستحب ختن النساء إذا تيسر من يعرف ذلك. تاني موقع بعديه على ما اظنه صححوني وانا مخطئ لو عملته باك بس ارجعوا هتلاقوه موقع اسلام ويب. هات اسلام ويب كده. طيب انا فاتحه عندي هنا بيقول لان هو تاني موقع كان طلع لي في البحث. أيوه. اريد ان اسال عن ختان المراه هل هو سنه ام لا؟ أيوه. فالرد هو الاتي: اتفق الائمه على مشروعيته. طيب. وإذا اختلفوا في كونه واجبا أو مستحبا أو مكرمة وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة كذا 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 الختان من سنن الفطرة وهو للذكور والإناث. طيب شوف حضرتك دلوقتي فين بقى دار الإفتاء المصرية؟ أنا حالا هفتح موقع دار الإفتاء المصرية هو هتلاقي دار الإفتاء المصرية الإفتاء. بعد بحث متأني وطويل وصلت إلى أنه حرام. نعم. حكم ختان الإناث في الشريعة الإسلامية موقع دار الإفتاء المصرية. افتحوا معنا برضو يا جماعه على الشاشه بعد اذنكم عشان الساده المشاهدين يكونوا معنا. طيب الى ان يعني يفتح الموقع اللي مكتوب في الخارج ختان الاناث لا موجب له من الشرع الشريف وكل ما ورد فيه من احاديث انما دلت على تقييده بغيه الوصول الى منعه. طيب شوف يا فندم النص اللي حضرتك قريته من شويه اللي بيقول في سطرين ورا بعض انه ختان النساء سنه مؤكده. نعم. وبعد شويه يقول لك ده مستحب وبعد شويه يقول لك ده مكرمه. نعم. تمام. في سطرين متتاليين ورا بعض مره يجعله سنه مؤكده ومره يخليه مستحب ومره يخليه مكرمه. انا على قد حالي هقرا المعلومات دي افهم ان هو سنه ما انه مشروع. نعم. فنيا جمع الكلمات دي ورا بعض خلل منهجي واضطراب علمي لأن رتبة السنة المؤكدة دي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. نعم. فله درجة من الثبوت أكبر من درجة المستحب.
نعم. المستحب فعله ولو مرة. طب المكرمة ملهاش توصيف شرعي معين. وكل اللي موجود في كتب التراث قديما يقول لك ختان النساء مكرمة. نعم. مكرمة دي كلمة شديدة العمومية، أقرب ما تكون إلى توصيفه على إنه عادة من العادات. نعم. اللي يؤكد هذا الكلام إنه نمرة واحد، لا يوجد لا حديث لا صحيح ولا صريح في هذا. نعم. يعني ليس هناك أحاديث صريح في الأحاديث اللي بتقول إنه خمس من الفطرة فذكر منها الختان، فالعلماء يقولوا أطبق الفقهاء على إنه الختان الواجب عندنا للأولاد والذكور. ده واجب لابد منه خلاص. تمام. طيب بالنسبة للنساء مفيش حكم شرعي معين، خمس من الفطرة لما يذكر الختان العلماء يقولوا الختان ده بالنسبة للأولاد. البنات ملهاش توصيف فقهي معين إلا كلمة مكرمة. مكرمة دي لما نيجي نستعرض الأحكام الشرعية الخمسة، واجب مندوب مباح، واجب مندوب مباح مكروه حرام، ادي الخمس كلمات الشديدة الدقة والمنهجية اللي توصف أي حكم شرعي. نعم. فين كلمة مكرمة من الخمسة دول؟ ملهاش علاقة. يا إما يكون واجب، يا إما يكون مندوب، يا إما يكون مباح، يا إما يكون مكروه، يا إما يكون حرام. مفيش حاجة اسمها مكرمة. مكرمة دي أقرب ما تكون إلى أنها يعني عادة من العادات. لما تتصفح العالم الإسلامي تجد إنه ليس هناك شيء معمول به يسمى الختان، لا في الجزيرة العربية ولا في العراق ولا في الهند ولا في باكستان ولا في المغرب، إلا بس فقط في مصر وبعض المناطق في السودان. نعم. يبقى إذن حتى في الواقع العملي عند المسلمين عبر التاريخ ليس معمولا بهذا الأمر. بدأنا نبحث ونتفحص هذا الأمر على مدى زمن طويل، وجرى فيه الجدل على مدى 10-15 سنة، والشيخ جاد الحق كتب فيه، والشيخ سيد طنطاوي كتب فيه، وجمعت فيه مقالات واتعملت عنه مؤتمرات، وحضرنا فيها موال طويل من الكلام والجدل بين العلماء. نعم. حتى أسفر البحث العلمي المستقر الآمن إلى أنه ليس هناك مستند شرعي صحيح لهذه القضية، ليس هناك كلام للفقهاء يحدد حكم معين بالنسبة للنساء، أن الطب يجزم بأنه يضر المرأة ضرر بليغ جسديا ونفسيا. هذا المذكور على موقع دار الإفتاء. نعم. كلام دار الإفتاء ده كلام دقيق جدا ومنهاجي جدا، ويراد به وجه الله ومؤتمن على الحكم الشرعي، وكلام منهجيا محكم ومتماسك. بينما الكلام اللي موجود في بقية المواقع كلام مرة يقول سنة مؤكدة، ومرة مستحب، ومرة مكرمة، وكل كلمة من دول لها دلالة متفاوتة، وثم في الآخر مفيش دليل شرعي يذهب إليه أو يؤيد. أي رجل بسيط أو امرأة بسيطة هتقرأ إنه سنة يقول لك هو بيقول سنة هنعمل. ويرجع بسبب هذه الكلمة يرتاب تماما في كلام دار الإفتاء، أو يظن أنه دار الإفتاء تفرط في أحكام الشريعة. نعم. وأنه الحق مع من يقول أنه سنة. نعم. طبعا ده نموذج تاني نبين فيه أهو أنه ما بذل فيه جهد وما هو مستوعب للشريعة وناظر في الأدلة ويبني على حكم الطبيب ويجمع كل هذا في مكان واحد يترك ويهجر ويبقى في ذيل محركات البحث، واللي يتصدر لناس حكم مرتبك وليس له مستند. ناخد نموذج كمان بعد إذن فضلتك. طيب أنا يعني هقفز، أنا كنت هذا خمس أو ست أسئلة تقريبا، بس حابب إن احنا نقف لو فضلتك اسمح لي عن ما حكم الإسلام في تنظيم النسل. تمام. ممكن حضراتكم تكتبوا على جوجل ما حكم، تمام، هيطلع لكم كالعادة إسلام ويب في الأول. افتح لنا بيقول ايه. اما انا بعمل كده من الايباد بسرعة برضو عشان ايه. ما حكم استعمال مانع الحمل او وهل اختلف فيه العملاء العلماء افيدونا؟ هات كده حكم تحديد الناس في الاسلام ابن باز اهو، النتيجة اللي تحتها على طول. نجيب بن باز. حد بن باز بيقول سؤال مطول عن عليك الذين يجرون بعض العمليات للنساء من اجل تحديد النسل، ويسأل عن حكم تحديد النسل في الاسلام. الجواب لا يجوز تحديد النسل، بل ينبغي للرجل والمرأة الحرص على المزيد من الذرية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي اللفظ الآخر فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طيب يبقى إيه الحكم اللي ياخده؟ إنه ما ينفعش تحديد النسل. نعم. بل في المقابل شوف اللي بيؤكده، احرصوا على مزيد من الذرية. نعم. آدي النتيجة اللي بيخرج بيها اللي يقرأ الموقع للأستاذ المذكور. نعم. هجيب بقى دار الإفتاء حكم تحديد النسل وتنظيمه. على فكرة هو نفس الموقع ابن باز في آخر الصفحة تحت واحد بيقول له طب ده سيادتك عن حكم تحديد النسل، ما حكم تنظيم النسل؟ فكأنه اضطر انه يقول له والله إذا كان للضرورة يبقى يجوز. طب ده ما يبرزش ليه فوق؟ نعم.
لا 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 فضلتك تسمح لي، اعتقد لان انا قريت برضو الجزء ده بيقول الضروره هنا، بس بيعلل فيه ان الضروره هنا مرتبطه بانه الحاله الصحيه لا تسمح، الام ممكن تتعب او تتوفى، فدي يمكن تكون الحالات المذكوره اللي انا قراتها. هو ده اللي عنده معنى نعم. الضروره عنده. دار الافتاء المصريه بترد على نفس السؤال وبتقول في الرد على ما حكم تحديد النسل وتنظيمه، يجوز شرعا تنظيم النسل بمعنى المباعده بين فترات الحمل لعذر يقتضي ذلك كالمحافظة على صحة الأم وقايتها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد، ولا يجوز شرعا تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيا لغير عذر لما فيه من منافاة لتعليم الإسلام ومقاصده من الحفاظ على النسل. طيب إيه الفرق ما بين ده وده؟ دار الإفتاء بتقول تحديد النسل الذي يقصد به تعقيم المرأة المنع نعم والقضاء على صلاحية المرأة للإنجاب، ده قد يسبب ضرر نفسي للمرأة. نعم. أما تحديد النسل الذي معناه إمكان اتفاق الزوج والزوجة على إرجاء الحمل أو على التوقف عن الحمل مدة طويلة من الزمن، ده دار الإفتاء تقول ما فيش مانع منه، وهناك يقول لك لا ده اوعى ده لا يجوز ويجب إنه الإنسان يكون حريص على الكثرة. نعم. اللي بيستوقفني في الموقع الأول اللي احنا فتحناه إنه جاب الحديث إني مكاثر بكم الأمم، وحديث آخر تكاثروا تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. نعم. بس ده الحديث اللي جابه أهو بما يوهم الناس إنه الإسلام انحصر التعليم للناس في إنه الناس تتكاثر بصورة خلفوا مطلقة كتير. خلفوا كتير وخلاص فقط. نعم. بينما الشريعة نفسها التي ينبغي أن تحترم بكلها وبجملتها زي ما صاحب الشرع الشريف قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا، هو بعينه عليه الصلاة والسلام الذي ذم الكثرة في موضع آخر. نعم. يبقى إذن يا أيها الإنسان الحريص على دينه والغيور عليه لا يليق بحال من الأحوال أن تأخذ بواحد من أحكامه وأن تترك الحكم الآخر المكمل وكلاهما هديه. لما بيتركبوا مع بعض بتتضح الصورة إنه نعم أمر بالكثرة المشروطة والمقيدة بأن تكون كثرة ممتلئة بالعلم وممتلئة بالغنى وممتلئة بالكفاية زي ما قال عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. يبقى كل كثرة تفضي بأن الإنسان يترك هذه الكثرة عالة يتكففون الناس نهت عنها الشريعة. يبقى كل كثرة تدفع الناس أن تجعلنا بين الأمم غثاء كغثاء السيل يبقى منهي عنها في الشريعة. نعم. فالأستاذ ابن باز لم يذكر حديث غثاء كغثاء السيل ولم يذكر حديث إنك إن تدع ورثتك أغنياء واقتصر على حديث واحد. نعم. نموذج يبين لنا الاجتزاء في الحكم، عدم بناء الحكم على مجموع الأحكام الشرعية اللي يوصلنا في الآخر إلى أنه ليس مقصود الشريعة التكاثر المطلق ولا الحرص على الإنجاب بصورة مطلقة. نعم. بل المقصود الكثرة التي يجب أن تكون تتميز بالغنى والوفرة والكفاية، فإذا فقدت الغنى والكثرة والكفاية بقينا غثاء كغثاء السيل. نعم. والشرع يكره لنا هذا. طيب نعم. لو فضلتك تسمح لي في الختام وفي عجالة لو حضرتك تسمح لي قولي المتاهة دي على المواقع أو محرك البحث، أنا لو عايز معلومة أروح فين ولماذا لا يعني تتحرك دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف لبحث آليات الدفع بمواقعهما إلى أوائل المواقع لتظهر للذي يبحث عن أي معلومة دينية؟ شوف يا صديقي العزيز، أنا أوجه رسالتين. الرسالة الأولى لكل مستمع كريم ألقى بنفسه في هذا المعترك الصاخب المتلاطم ورأى هذه الأحوال المتضاربة وكذا، أنا والله يعني ألتمس لك العذر في أي شيء، والله مقدار الضجيج الذي ينصب على ذهن كل إنسان فيفقده الثقة ويفقده اليقين ويربكه ويكدره نفسيا ويحيره عقليا، أنا أعذر أي إنسان يصل إلى هذه الحال. نعم. وأقدر مقدار القصف العقلي والمعرفي المنصب على ذهن كل إنسان، هذا الطوفان المتلاطم. أنا أعذر أي إنسان يصب الحيرة بعسر هضم هذا الكم المتضارب من الرؤى وكذا، فأنا أقدر الحيرة التي يمر بها كثير من الناس وأعذرهم. نمرة اتنين، ما فيش حل لا مناص من أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يعملوا بكامل الطاقة وبتمويل ضخم من أجل تصعيد المواقع المتعلقة بالمؤسسات الرسمية حتى تتصدر محركات البحث. نعم. يعني يا جماعة لله أولوا
عالم السوشيال ميديا والفضاء الإلكتروني قدر أكبر من الاهتمام والاستنفار. نعم. لأنه النماذج اللي احنا عرضناها التي تجعل المنظومة القانونية كفر، والتي تجعل الختان سن رغم انك انت يا دار الافتاء بعد دراسة وصلت لانه حرام، اللي تجعل التكاثر فقط مراد على طول الخط دون الالتفات الى بقية احكام الشريعة التي تنهى عن الكذب، الحالة دي لابد من ان تنتهي. صحيح. لا سبيل لانتهائها الا بالتواجد القوي والفعال والمؤثر واللافت للنظر والاختراق والاقتحام الكامل من مؤسساتنا الدينية الى عالم السوشيال ميديا، بما يجعل هذا العلم المحرر والمبني على منهج هو الذي يصل إلى أي إنسان إلى المكان الذي عنده. نعم. من استناش أنه يدور على دار الإفتاء فين عنوانها ويروح لها، لازم يكون أنه دار الإفتاء التي تحرص على أن تكون بقربه. نعم. عنده. نعم. قريبة من إيده، قريبة من متناول يده. نعم. لا بد من هذا. أتمنى ذلك بالفعل، وبشكر فضلتك شكرا جزيلا على يعني المجهود اللي بذلناه في هذه الفقرة، وأتمنى يكون وضح للناس كلها الغرض. الغرض أنه ابحث مرة واثنين وثلاثة، لأنه صح. مش من أول موقع. صح. تاخد المعلومة، خد المعلومة وبص على المواقع التانية، إلقي نظرة على دار الإفتاء المصرية وموقعها، على موقع الأزهر الشريف، على موقع وزارة. صح. الأوقاف، دور في الفتاوى واستفتي قلبك يا سيدي، لأنك لما تقرأ كده لو أنت عاقل ورزين هتعرف الحلال مبين والحرام مبين، مين اللي بيوجهك للتهلكة ومين اللي بيوجهك للكلام الصح اللي هو جوهر الدين. حبيبنا العيد للاسف بيخلص بسرعه. ربنا يخليك، ربنا نورتنا وشرفتنا يا حبيبي. امين يا رب، وعلى ان شاء الله شوق للقاءنا الاسبوع القادم باذن الله. شرفتنا ونورتنا وبشكر فضلتك شكرا جزيلا، وبشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه. نلتقي غدا بمشيئه الله على الف خير. دمتم في امان الله.